إلى في آخر جلسات هذا اليوم بالنسبة للرابط الأول والثاني إلى الساعة 1:30 بدل 2:30 مزولا بدل الزوال. فقط في آخر جلسات هل هناك ننادي المتدخلين دكتور كتفي عزوز والدكتورة زهرة فيجل، هل أنتم متواجدون معنا؟ الدكتور بشير جاري والدكتور، نعم، موجودة دكتورة، موجود. متشرفين بوجودك دكتور. شكرا. الدكتورة إيمان بحوية والدكتور أحمد يونس محمد حمودة. الدكتور عبد الوهاب سليماني والدكتور بن سويسي حمزة. حاضر أستاذ، أنا هنا حاضر معك. مرحبا بوجودك، مرحبا بك. الله يسلمك، مرحبا، شكرا. شكرا. الدكتورة فاطمة زهرة بخديمي والدكتورة أيت بعزيز نوال. نعم حاضر. مرحبا بك. الدكتورة أمال محمد عبد الله البدو، الله يسلمك. هل أنت متواجدة معنا دكتورة أمال؟ الدكتورة نورة البركنو والدكتورة عمار بركات. الدكتور عمار بركات والدكتورة نورة البركنو، هل أنتم متواجدون معنا؟ الدكتور هشام عبد الوافي، هل أنت متواجد معنا؟ إذن في آخر جلسة من هذه الجلسات هذا الرابط، قد أوصيت سابقا لكل الأساتذة الباحثين الذين يودون استمرارية التواصل مع بعض يصفون على أهمية المناقشة الاسم واللقب والجامعة الإيميل وواتساب إذا أرادوا ذلك. مرحبا بك أستاذ بوزيد. شكرا دكتورة بلح، الله يرحمك بالخير إن شاء الله يا نعرف رب. التزاماتك الكثيرة كرئيس قسم العلوم الاجتماعية، ولكن لا يمكن أن أتركك أستاذ حر طليق، فلا بد أن يكون أي نشاط إلا وأن أتعبك معي. الله يبارك فيك دكتورة، وإن شاء الله أكون في حسن ظنك إن شاء الله، وإحنا معك أينما كنت يا دكتورة إن شاء الله. شكرا جزيلا. إن شاء لقد الله يا رب. ناديت على المتدخلين، ما بقي فقط بداية الجلسة أستاذ. أيوة، شكرا يا دكتورة، الله يبارك فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أود أن أوجه شكري لكل القائمين على هذا الملتقى، من رئيس الملتقى إلى دكتورة التي لها فضل كبير في كل الملتقيات في جامعة أضرار وهذا الملتقى بالذات. نشكر الدكتورة دليل سميحة على هذا العمل الدؤوب الذي نشهده يوميا على هذا العمل. ونبدأ افتتاح الجلسة العلمية 23 من الملتقى، وندعو كل من الدكتور كتفي عزوز وزهير نبيل والبشير جاري وزليخة جديدي وإيمان بودوايا وأحمد يونس محمد حمودة وعبد الوهاب سليمان وفاطمة الزهرة بخديمي وأمال محمد عبد الله البدو ونورة البركنو وهاشم عبد الوافي. فليتفضل معنا المتدخل الأول في هذه الجلسة العلمية المباركة كتفي عزوز بمداخلة حول استراتيجية التعليم عن بعد أكثر استخداما في الجامعات العربية الجامعة الجزائرية نموذجا من جامعة المسيلة، فليتفضل مشكورا. تفضلوا دكتور. هل أنت موجود يا دكتورنا معنا؟ أستاذ، ننتقل إلى المداخلة الوالية.
مداخلة الموالية، البشير جاري أو زليخة جديدي. حاضر دكتور، حاضر دكتور. ممكن يعني مرحبا بك، مرحبا بك دكتورنا، مرحبا بك دكتورنا. عندي ملف، رجاء فتح المجال، عندي ملف حنشاركة يعني معكم إن شاء الله. نعم يمكنك المشاركة. مفتوح آليين يا دكتورنا، مرحبا. تفضل يا دكتور. لحظة خليني نحاول مشارك الملف. واصح ما كاش مشكلة، مرحبا به. المشاركة المشاركة تاع الملف من جهة تفاصيل الاجتماع ولا بريزونتي ماتنا، بريزونتي ماتنا وين تلقى او العرض لي. او العرض حاليا تلقى العرض حاليا او مداخلة دكتورنا تدور حول التعليم عن بعد الواقع والمأمول، دراسة مسحية استكشافية على عينة من أساتذة جامعة الشهيد حما الأخضر بالوادي. تفضل دكتورنا. تفضل دكتور. لحظة برك يعني لحظة والله صح. إذا ما فيش دكتور نلتقل للمتدخل الثاني، نرجع لك فيما بعد دكتور. معليش. أستاذ إذا أمكن إلقاء مداخلتك بدون باوربوينت. ممكن جدا يعني ممكن. نعم كي تربح ونربح الوقت. لا خلاص نعم إن شاء الله يعني نعم. سيكون كذلك نعم. إذن بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام. هل الصوت واضح يعني؟ هل الصوت واضح؟ واضح يعني؟ دكتورنا واضح يا شيخنا. شكرا. واضح يا دكتورنا واضح. نعم. مداخلة بعنوان التعليم عن بعد الواقع والمأمول، دراسة مسحية استكشافية على عينة من أساتذة جامعة الشهيد حما الأخضر بالوادي الجزائر، من إعداد الباحثين الدكتورة زليخة جديدي أستاذ محاضر بجامعة الواد، والمتحدث البشير جاري أستاذ مساعد بجامعة الواد. المداخلة نبدأ الآن بعرض إشكالية المداخلة. يشهد العصر الحالي انتشاراً هائلاً للتكنولوجيا الاتصال والمعلوماتية بمختلف أشكالها ومجالاتها، حيث ساهمت بشكل كبير في رسم خطوط العلاقات الإنسانية من جهة، وازدياد المعارف العلمية من جهة أخرى. وهذا التطور والانتشار ساهم في استخدام هذه التكنولوجيات في المجال التربوي والتعليمي، كما يعتبر التعليم عن بعد أحد استخدامات هذه التكنولوجيا في مجال التربية والتعليم.
في الموسم الجامعي المنصرم 2019 اجتاح العالم جائحة وبائية كان سببها فيروس كورونا، شلت حركة الحياة في معظم المجالات بفعل الإجراءات الاحترازية الوقائية بما فيها مجال التعليم، إلا أن مواصلة التعليم كان أمراً ضرورياً للاستثمار في حياة المتعلمين، فأصبح التعليم عن بعد أكثر أهمية والاعتماد عليه مطلباً أشد إلحاحاً، إلا أن ضعف الاستعداد وقلة الخبرة بشأنه شكلت عائقاً أساسياً أمام الأساتذة والطلبة في الاستخدام الأمثل لهذا النوع من التعليم، بالإضافة إلى عدم جاهزية البنية التحتية بشكل الكافي. ففي جامعة الشهيد حمى الأخضر بالوادي على غرار جامعات الوطن ومؤسسات التعليم العالي، خاضت التجربة بالإمكانيات المتوفرة والقناعات السائدة بين أفرادها، بين مؤيد ومعارض، وبين واعي بأهمية الفكرة وقادر عليها، وبين رافض لها أو عاجز عن تطبيقها. إذا ارتأينا أن نقيم هذه التجربة ونحاول تشخيص وضع التعليم عن بعد في جامعة الشهيد حمى الأخضر بالوادي، وتمت ترجمة هذه المشكلة موضوع البحث من خلال التساؤلات التالية. التساؤل الأول: ما مدى اعتماد أساتذة جامعة الشهيد حمى الأخضر بالوادي على تقنيات التعليم الحضوري عن بعد عبر المنصة الإلكترونية السؤال الثاني: ما هي الأسباب التي منعت الأساتذة من استخدام تقنيات التعليم الحضوري عبر المنصات الإلكترونية إن وجدت؟ السؤال الثالث: ما مدى تحكم أساتذة جامعة الشهيد حمى الأخضر بالوادي في تقنيات التعليم الحضوري عبر المنصات الإلكترونية؟ السؤال الرابع: ما هي تقديرات أساتذة جامعة الشهيد حمى الأخضر بالوادي المستقبلية حول استخدام تقنيات التعليم الحضوري عبر المنصات الإلكترونية؟ والسؤال الخامس: ما هي اقتراحات أساتذة الجامعة عينة الدراسة لتحسين استخدام التعليم عن بعد في الجامعة؟ منهج الدراسة، أنا راح مباشرة للجانب الميداني لأن فيه تكرار يعني كثير. منهج الدراسة: اعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج الوصفي الاستكشافي. أدوات الدراسة: استخدمنا استبيان من تصميم الباحثين كأداة لجمع بيانات الدراسة. اشتمل هذا الاستبيان على 6 أسئلة إضافة إلى بعض البيانات الشخصية للأساتذة، وكان من النوع المغلق المفتوح، حيث تم توزيعه إلكترونيا. وللتأكد من صدق أداة الدراسة، بعد تصميم الصورة الأولية تم عرضه للتحكيم من قبل 3 أساتذة برتبة أستاذ محاضر من علوم الاجتماعية وخبيرين في الإعلام الآلي والشبكات. وبعد أخذ الملاحظة التي تم تقديمها من بين المحكمين، تم تعديل الاستبيان وإخراجه بالصورة النهائية التي وزع عليها. عينة الدراسة: كانت وزع الاستبيان على 250 أستاذاً، وبعد جمع الردود تحصلنا على 82 رداً، وعليه قدرت عينة الدراسة ب 82 أستاذاً من الجنسين، تم اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة من بين قوائم عناوين البريد الإلكتروني من موقع الجامعة. أما خصائص العينة فهي بالشكل التالي: أستاذ مؤقت، أستاذ مساعد، أستاذ محاضر، أستاذ تعليم عالي. كانت النسبة الكبيرة من المشاركين في الاستبيان هي أستاذ محاضر بنسبة 64.9%، 17% من أستاذ مساعد، وبين 8.95% بين أستاذ تعليم عالي وأستاذ مؤقت. بالنسبة للخبرة كانت تقريباً يعني متساوية بين من لديهم 5 سنوات خبرة وأقل من 10 سنوات وأكثر من 10 سنوات، بين 35.39% إلى 25%. نتائج الدراسة: الإجابة على التساؤل الأول، نص التساؤل يعني ما مدى اعتماد الأساتذة على جامعة الشهيد حمى الأخضر بالوادي على تقنيات التعليم الحضوري عبر منصات الإلكترونية. كان هناك فقرتين: الفقرة الأولى هل استخدمت المنصات الإلكترونية للتعليم الحضوري التفاعلي؟ كانت الإجابة 10.31% من مجموع العينة قالوا نعم أن استخدموا المنصات الإلكترونية، بينما 89.69% من الأساتذة لم يستخدموا المنصات الإلكترونية. السؤال الثاني: ما هي المنصات الإلكترونية التي استخدمها الأساتذة؟ فكانت النتائج بالشكل التالي: أن أعلى نسبة استخدام كانت منصة زوم بنسبة 7.9%، ثم منصة إيرلين ومنصة جوجل ميت ب 5.3%
بالمئة، باقي المنصات بنسب مهملة ضعيفة. وهذا المؤشر دليل واضح على أن هناك مشكلة في استخدام هذه المنصات، والحقيقة أنها تمثل المحطة الأولى والأقوى في التعليم الإلكتروني من ناحية النظرية، لأن الأصل في تطور التعليم الإلكتروني الشبكي هو إمكانية إدارة الفصول الافتراضية. وحينما نسجل العزوف وعدم القدرة على استخدام هذه المنصات يعتبر هو أهم العوائق أو الصعوبات التي يجدها الأساتذة في استخدام هذه المنصات، وهو ما نحاول الإجابة عنه في التساؤل الثاني. التساؤل الثاني: ما هي الأسباب التي كانت وراء عدم استخدام، منعت الأساتذة من استخدام تقنيات التعليم عن بعد؟ كانت الإجابة عبر محاور، يعني بالنسبة للأستاذ، بالنسبة للطالب، بالنسبة للمؤسسة، بالنسبة للتعليم عن بعد. بالنسبة للأستاذ كانت النسبة 11.97%. الأسباب كانت تراجع لضعف التكوين الأساتذة، ضعف وعي الأساتذة بالأهمية، اتجاهات الأساتذة السلبية نحو التعليم عن بعد. بالنسبة للطالب، عدم جاهزية وضعف وعي الطالب. بالنسبة انخفاض دافعية الطالب للتعليم عن بعد، عدم توفر الإمكانيات للطالب، ضعف تدفق شبكة الإنترنت. بالنسبة للمؤسسة، ضعف البنية التحتية وضعف ثقافة التعليم عن بعد في الوسط الجامعي. بالنسبة للتعليم عن بعد، عدم كفاءة التعليم عن بعد في تدريس بعض المقاييس، وكذلك عدم توفر بعض العناصر الأساسية في الفعل البيداغوجي كالتفاعل والتغذية الراجعة. فأكبر نسبة كانت بالنسبة للمؤسسة والطالب بنسبة 31.79% و 34.58%. بالنسبة للسؤال الموالي: هل تتحكم في استخدام المنصات الإلكترونية للتعليم الحضوري بنجاح؟ كانت النسبة 31.11 متحكم و 68.89 غير متحكم في المنصات. نلاحظ أن غالبية الأساتذة، السلام ورحمة الله، نلاحظ أن غالبية أساتذة جامعة الشهيد حمد الأخضر بالوادي من 68.89% لا يتحكمون في تقنيات التعليم عن بعد، وهذا يعكس وضع بيداغوجي يحتاج إلى إعادة النظر، بينما 31.11% يتحكمون في هذه التقنية، وهذا راجع لتخصصاتهم التقنية، يعني مثلا أساتذة الإعلام الآلي والشبكات. الآن تسمعوني الآن ولا لا؟ لا يعني. نسمع فيك يا دكتور، واضح واصل. شكرا دكتورنا، معلوماتك كثيرة، ولكن ننتظر أن تعطينا ملخص في دقيقتين يا أستاذ، الوقت يداهمنا يا أستاذ. معليش، الإجابة على السؤال الرابع: ما هي تقديرات الأساتذة على عينة الدراسة لمدى نجاح التعليم عن بعد؟ يعني النسبة يعني تراوحت بين مؤيد ومعارض. بالنسبة للسؤال الخامس: اقتراحات الأساتذة هي العمل على تكثيف التعليم الحضوري، المزج بين نوعية التعليم الإلكتروني والعادي، الحزم في تنفيذ العملية من حيث الحضور والتقييم. بالنسبة للأساتذة: التكوين ومجانية الإنترنت والتوعية، البنية التحتية، تقوية التدفق وتوفير الوسائل. بالنسبة للخلاصة العامة: بالرغم من التطور التكنولوجي الهائل والحاجة الملحة للتعليم عن بعد خاصة في الظروف الحالية، قد كشفت الدراسة عن اعتماد نسبة قليلة من الأساتذة لمنصات التعليم الحضوري عن بعد، حيث بلغت نسبتهم في حدود 10%، الأمر الذي يرجع حسب نتائج الدراسة إلى ضعف التكوين لدى الأساتذة والطلبة في استخدام تقنيات التعليم عن بعد، بالإضافة إلى نقص التجهيزات وضعف قوة وانتشار شبكة الإنترنت لدى إقامات الأساتذة والطلبة. كما أظهرت نتائج الدراسة أن الثلث فقط من الأساتذة أفراد العينة ممن يتحكمون في تقنيات التعلم عن بعد، بينما تراوح تقديراتهم بين مؤيد ومعارض لمدى تعويض التعليم عن بعد للتعليم العادي في تكوين الطالب الجامعي. كما قدمنا جملة من التوصيات في دقيقتين في دقيقتين ولا حاجة. نعم خلاص، دقيقة فقط. من التوصيات بناء على اقتراحات الأساتذة تهدف للتفعيل وتجويد التعليم عن بعد، كان أهمها رفع درجة الوعي وتحفيز الأساتذة والطلبة على التعليم الحضوري عبر المنصات الإلكترونية المعروفة، المزج بين نوعية التعليم الإلكتروني والعادي، وضرورة المتابعة والتقييم من قبل الإدارة
لسيولة التعليم عن بعد، تقوي تدفق ودعم اشتراكات الانترنت، اخيرا إقامة ورش ودورات تدريبية لفائدة الأساتذة والطلبة حول طرق استخدام منصات التعليم عن بعد. وشكرا وبارك الله فيكم. شكرا دكتورنا على هذه المعلومات القيمة وعلى هذه المداخلة التي لها مكان في الواقع نتاعنا بصفة عامة، لأنها تعتبر كدراسة ميدانية على عينة من تكون من 82 أستاذ من جامعة الوادي، من أساتذة مؤقتين ودائمين. والآن نحيل الكلمة لأستاذنا الدكتور أحمد حمودة، إذا كان موجود، كان موجود حاليا، غير موجود أستاذ حمودة وعبد الوهاب سليماني ما كانش. السلام عليكم دكتور علي، أنا حاضر. نعم دكتور، مرحبا بك يا دكتور. أهلا دكتور، أنا حاضر. إذن بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. إذن دكتور حمزة بن سويسي، أستاذ محاضر آلي في جامعة أبرار، أتقدم بالتهاني والتبريكات لقسم الحقوق ولجامعتنا أبرار بهذا تنظيم هذا الملتقى الدولي الرائع جدا حقيقة. يعني نحن كأساتذة استفدنا كثير من مداخلات زملائنا الأساتذة بالأمس. أستاذ حمزة قبلك، أستاذ حمودة كيف يعني كان موجود؟ إذا فقط أحمد حمودة رحمه. نعم نبدأ ب معليش واصل بعد نرجع له، معليش كان موجود ولا خرج؟ نعم معليش. إذن بالنسبة للمداخلة كانت بعنوان واقع التعليم عن بعد في الجامعات الجزائرية، جامعة أحمد دراية بأضرار أنموذجا، بحيث هدفت هذه الورقة البحثية إلى إبراز واقع التعليم عن بعد في الجامعات الجزائرية، حيث ظهرت الفصول التفاعلية التي تسمح للمحاضر دروسه مباشرة على عشرات الطلاب في جميع أنحاء المعمورة دون التقيد بالمكان، بل وتطورت هذه الأدوات لتسمح بمشاركة الطلاب بالحوار والمداخلة، حيث وكما هو معروف ظهرت في أوائل التسعينات الإنترنت بقوة كوسيلة اتصال بديلة سريعة وسهلة لتحل محل البريد الإلكتروني العادي في إرسال المواد الخفيفة والفروض. وفي ظل تفشي فيروس كوفيد 19 وغلق معظم الجامعات، كان لزاما عليها أي الجامعات الجزائرية وجامعة أضرار خصوصا وضع بديلا حتميا لمواصلة التدريس عن بعد، حيث واكبت جامعة أضرار أهم الحدث وحسنت منظومتها من خلال تطوير موقعها على الانترنت باستخدام تقنيات حديثة للتواصل عن بعد مع الطلبة من خلال منصة e-learning واستعمال أو استكمال موسم الجامعي 2019-2020 بشكل مقبول جدا. من خلال ما سبق تتبلور الإشكالية الرئيسية التالية: في ما مدى تطبيق التعليم عن بعد في جامعة أحمد دراية بأضرار في ظل جائحة الكوفيد 19؟ قسمت هذه الدراسة إلى محورين. المحور الأول تناول أساسيات ومفاهيم حول التعليم عن بعد، وهو يعني شيء تم التطرق له بشكل يعني كبير جدا، لذلك سوف نتجه مباشرة إلى المحور الثاني الذي تناول مدى تطبيق التعليم عن بعد في جامعة أحمد دراية بأضرار، حيث واكبت الجامعة جامعة أحمد دراية بأضرار التطور التكنولوجي التطورات التكنولوجية وتطوير منصتها الرقمية على مستوى موقعها على الإنترنت، حيث تم إنشاء المنصة الرقمية لجامعة أضرار أحمد دراية بأضرار بتاريخ 11 جوان 2018، وهو حديث جدا، تاريخ حديث جدا، وشهدت عدة تطورات من خلال تحديثها لتمكين الزائرين من الحصول على متطلباتهم المعرفية بكل أريحية. وسنحاول خلال هذا المحور تسليط الضوء على مدى تطبيق التعليم عن بعد في جامعة أضرار. لمحة عن منصة التعليم عن بعد بجامعة أضرار مباشرة من خلال معلومات عامة عن منصة التعليم الإيلرنينج عن جامعة أضرار في بشكل رقمي، بحيث أنه تاريخ المنصة وكما تم ذكره سالفا كانت بتاريخ 11/6/2018. من خلال أو الآن سوف نعرض الأرضية بالأرقام: عند الإنشاء كان العدد الإجمالي للمستخدمين 80 مستخدم فقط، عدد إداري القائمين على المنصة 1 فقط، عدد الأساتذة المحاضرين 77 أستاذ محاضر، عدد الطلبة آنذاك كان 0 طالب مشارك في المنصة، بالنسبة للحسابات الأخرى للتجريب أي حسابات للتست كانت 2. بالنسبة للمحاضرات المرفوعة في تلك السنة أي سنة 2018، المحاضرات الكاملة كانت لدينا
13 محاضرة. بالنسبة للمحاضرة الفارغة المحتوى أي فقط بالنسبة لاسم الأستاذ بدون وجود يعني حوامل معرفية في شكل PDF وفي شكل يعني تسجيلات فيديو غيرها، كانت 6 محاضرات، المجموع وصل إلى 19 محاضرة. في سنة 2019 تم انضمام 44 طالب هندسة كيميائية ماستر 2 من كلية العلوم والتكنولوجيا، بالنسبة كذلك ل 5 طلبة دكتوراه، وحسابات التجريب كانت حساب واحد، وعدد المحاضرات انخفض إلى 2. أثناء فترة الدراسة المتعلقة بهذه المداخلة الممتدة من 19/1/2021 وعلى الساعة 10 أو 11 إلا 10 دقائق إلى غاية يوم 5 يعني بعد مرور أسبوع 25/1/2021 أو 25 جانفي 2021 وعلى الساعة 4:30 مساء، ومن خلال معالجة البيانات والاتصال مع القائمين بالمنصة من خلال الباحثين تحصلنا على المعلومات التالية: ارتفع عدد الإجمالي للزوار إلى 6005. بالنسبة لعدد الإداريين يعني هو الشيء الذي يؤسف له، بقي 2 ارتفع إلى 2 فقط. بالنسبة لعدد الأساتذة المحاضرين ارتفع بشكل ملحوظ جدا إلى 500 من 77 أستاذ محاضر إلى 568 أستاذ محاضر. عدد حمزة استسمحوا دقيقة فقط، نطلب فقط من الدكتور فيصل بوسعيدة أغلق الكاميرا. دكتور فيصل بوسعيدة أغلق الكاميرا. شكرا دكتور. خلاص نواصل دكتورة بعد إذنك. نعم دكتور، اعتذر لمقاطعتك، تفضل. نعم لا أدرك مقبول، مرحبا. إذا عدد الطلبة بلغ إلى 5437 طالب بالنسبة لحسابات تجريب بقية 2. بالنسبة لإحصائيات منصة التعليم عن بعد لكلية العلوم والتكنولوجيا فقط بالنسبة للسداسي الأول هذا 2020-2021، مجموع المحاضرات بالنسبة لكل الكلية بلغت 264 محاضرة، وهو رقم مرتفع جدا مقارنة بكل المحاضرات المرفوعة في سنة 2018 و2019 التي بلغت 2 فقط. مجموع الأعمال موجهة 111، عدد المقاييس 166 مقياس بالنسبة لكلية العلوم والتكنولوجيا الأسي فقط، عدد الأساتذة المشاركين 55 أستاذ. تحليل النتائج من خلال هذه الجداول الأعلى، نلاحظ انخفاض عدد المحاضرات من 2019 إلى 2 من 19 محاضرة في سنة 2018 إلى 2 فقط في سنة 2019، ليرتفع مجموع المحاضرات المرفوعة في المنصة إلى 264 بالنسبة لكلية العلوم والتكنولوجيا فقط، وهي فترة الدراسة كانت قصيرة جدا، لم يتسنى لنا دراسة كامل الجامعة بالنسبة لسنة 2020 و2021، وإلا كان الرقم ليرتفع جدا، ويرجع ذلك الارتفاع إلى انتهاج نمط التعليم عن بعد من خلال إجبارية تعليمة وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 440 بتاريخ 23 مارس سنة 2020 الخاصة بوضع الدعائم البيداغوجية على الخط. كخاتمة، ومع ظهور مفهوم التعليم الإلكتروني الذي يعتمد على التقنية لتقديم محتوى للمتعلم بطريقة جيدة وفعالة، كانت هناك خصائص ومزايا لهذا النوع من التعليم، وتبرز أهم تلك المزايا والفوائد في اختصار الوقت والجهد والتكلفة، إضافة إلى إمكانية تحسين المستوى العام للتحصيل الدراسي ومساعدة المعلم والطالب في توفير بيئة تعليمية جذابة. من أهم التوصيات التي سنعرضها في لهذا الملتقى الدولي المتميز ما يلي: يجب الاعتماد على عروض التكوين ليسانس ماستر دكتوراه المصادق عليها من قبل الوزارة لإدراج المقاييس بأسمائها الفعلية من أجل تفادي الأخطاء في أسماء المقاييس، لأن من خلال دراستنا الميدانية لاحظنا أنه بعض الأسماء يعني لا تتطابق مع عروض الماستر أي الكانفا بما يصدر عليه الكانفا. تجنب تكرار الدروس عن موضعها في مكان الإعلانات داخل المنصة، يعني كان في المنصة هنالك آلية لإنشاء الإعلانات، لاحظ ما بعض الأساتذة يوضع المادة العلمية في تلك المكان المخصص للإعلانات. تجنب وضع محاضرات خارج محتوى المقاييس، لاحظ ما بعض الأساتذة يضع PDF أو يضع المحتوى المعرفي المحتوى أو الحوامل المعرفية خارج المقياس، دخل المقياس تلقى فارغ والمحتوى تلقى خارج المقياس. ضرورة وضع العمل موجه مع المحاضرة في المنصة، كذلك لاحظنا بلي أساتذة مشرفين على عمل موجه، أساتذة مشرفين على المحاضرات، هنالك خلط يعني وكل واحد يحط المحاضرة هنا يتيه الطالب. ضرورة مراقبة المنصة لتفادي إدراج مقاييس خارج تخصص مقياس في العلوم الإسلامية يلقى في كلية الهندسة. لا حمزة ممكن في دقيقة أعطينا ملخص لها في دقيقة أستاذ. أنا نحكي في التوصية أستاذ دكتور علي، أنا نحكي في التوصية. ضرورة الالتزام بإدراج أسماء الأساتذة في بعض المقاييس،
بعض المقاييس لا يوجد اسم للأستاذ. إلزامية وضع دليل يوضح للطالب والأستاذ كيفية استخدام المنصة وفق التحديثات الأخيرة للمنصة. توضيح الفرق بين يعني إحنا عندنا فورماسيون في 2018 في 2020 أكيد راح نلقى بعض الصعوبات، وهو يعني الشيء اللي أكده زميلي الأستاذ بشير من جامعة الواد بخصوص هنالك نسبة 68% من الأساتذة لا يتمكنون من هذه التقنية. توضيح الفرق بين المحاضرة والعمل الموجهة والتطبيقية داخل المنصة. إعادة توجيه النفقات الموجهة للمتقيات لأن المتقيات ألغيت. كل تلك النفقات التي كانت يعني تصرف في الأكل والشرب والمبيت الآن لو كان الجامعة أو الوزارة توجهها لتدعيم هذه المنصات. ضرورة إعادة النفقات كذلك العدد 2 لاحظناه باللي غير كافي اللي هم الأشخاص أو الإداريين المشرفين على المنصات. نرجو الأخذ بعين الاعتبار هذه التوصية بتضخيم أو إضافة أعداد أخرى من الموظفين المتمكنين من التقنيات الحديثة من أجل الوقوف على المنصة. ضرورة إعادة تصميم المنصة من أجل الحصول على مخرجات تتعلق بالإحصائيات. يعني أنا لما جيت ندير الإحصائيات أو الدراسة لم أجد عدد المشاهدات عدد المحاضرات عدد العمل الموجه، وإنما قلت باستنتاجها أو حسابها بشكل يدوي، وهو يعني نتمنى أن المنصة أو القائمين على المنصة أنهم يأخذوا هذه التوصية بعين الاعتبار في شكل فيدباك أو تغذية عكسية. إيجاد آليات للحماية الفكرية للأعمال العلمية والمحاضرات المرفوعة على المنصة من السرقة العلمية. أخيرا كتوصية أخيرة للتذكير، هنا في جامعة أضرار لم يتم ربط جزء من الحي الجامعي هنا في أضرار إلا في الشهر الماضي بالإنترنت، ولا يزال العديد من الأساتذة يعانون من عدم الربط بالإنترنت، فكيف لنا أن نتحدث عن تطوير التعليم عن بعد بدون وجود الإنترنت؟ وأرجو أشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، وشكرا لك دكتور علي بوزيدي، وأشكرك دكتورة ليلى سامحة على تألقك، ويعني كنت رائعة جدا في التقديم ومسؤوليتك على هذا المتقبع. شكرا دكتور، شكرا من تواضعكم دكتور، شكرا. شكرا دكتورنا حمزة بن سويسي على هذه المداخلة التي تتضمن مدى تطبيق التعليم عن بعد في جامعة أضرار، جامعة أحمد راية بأضرار، اللي نحن نشهد بأنها شهدت تطور كبير في هذا المجال إن شاء الله، وما زال إن شاء الله فيه تطور كبير في هذا المجال إن شاء الله. ولكن يا أستاذ حمزة، لماذا لم تدرس حتى الكليات الأخرى؟ لماذا ركزت على كلية كلية التكنولوجيا لعلوم مادة ولا مش عارف علوم طبيعية، بينما الكليات الأخرى لم تتطرق لها يا أستاذ حمزة؟ وشكر موسوق شكرا دكتور علي، والله يصدقني اسبوع وانا نتبع في المنصه ماده بماده استاذ باستاذ وكليه بكليه وقسم بقسم، خمس اقسام في الكليه، وكل قسم كعرف شحال من مستوى وشحال من ماده. شكرا استاذ. شكرا دكتورنا، وننتقل الان الى مداخله الدكتور في المداخله الثانيه اللي يعتبر المداخله الثانيه، احمد حموده كان هنا وكان موجود وخرج الان غير موجود. ننتقل إلى أيت بعزيز نوال، تتفضل مشكورة دكتورة. نعم شكرا. هل تسمعونني؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bonjour tout le monde. Donc ma présentation sera en français. Je tiens tout d'abord à remercier tous les organisateurs de ce colloque international et à vous féliciter pour sa qualité et sa réussite. Si vous me permettez de partager avec vous ma présentation. هل الصوت مسموع؟ واضح أستاذ، واضح. Donc j'ai l'honneur d'être parmi vous pour vous présenter mon intervention intitulée l'enseignement à distance en Algérie pendant le confinement du COVID-19 cas des écoles de commerce en Algérie, préparée par moi-même docteur Aït Baziz et ma collègue Bourdimi, docteur de l'école des hautes études commerciales. Juste en attendant de ma présentation.
Donc, on sait tous. Donc, on est tous d'accord que l'apparition de la COVID-19 a bouleversé notre vie et elle a impacté pratiquement tous ses côtés. Pour assurer la sécurité dans les établissements universitaires et favoriser l'accès continu à l'enseignement, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a mis en place une série de mesures préventives et a donné des instructions pour suspendre les cours à partir du 12 mars 2020, et ce pour réduire le contact étant un facteur de sa transmission. De nombreux établissements se trouvent dans l'obligation d'adapter un système d'enseignement à distance pour diffuser les cours. Et l'objectif de cette étude est d'évaluer l'efficacité de cette mesure prise par le gouvernement. Pour ce faire, nous soulevons la question suivante. Comment les étudiants apprécient-ils cette mesure de l'instauration des dispositifs d'enseignement à distance dans le milieu universitaire? Avant de présenter les résultats de notre étude, nous revenons un peu en arrière pour faire un aperçu sur l'historique de la notion de la formation à distance qui est apparue avec l'apparition de l'imprimé, qui consiste à un facteur de transmission de l'information sur des textes écrits, des paratextes, des mains, des graphes, des dessins. Avec l'essor du multimédia, certains médias comme la radio, télévision, etc., ont servi du support pour diffuser un contenu pédagogique à distance, intégrant des animations et du son. À la fin des années 80, les techniques de l'enseignement à distance ont beaucoup évolué avec la montée en puissance d'Internet et l'essor des télécommunications. Donc, ce mode d'enseignement qui n'implique ni la présence de l'individu apprenant et enseignant, ni d'un local, des salles et des amphithéâtres, est défini par plusieurs chercheurs et était employé comme étant le contraire de l'enseignement en présentiel. Et le progrès des technologies de ces dernières années a entraîné une évolution remarquable dans la diversification et la sophistication de ces outils. On distingue des outils de partage, qui consistent à partager des documents, fichiers, liens, agenda électronique, événements, à l'aide des instruments tels que des CD-ROM, des livres électroniques, des documents PDF, etc., et des outils de communication qui sont des outils permettant un échange entre les apprenants et les enseignants en temps réel, ou soit par écrit ou par le son. Il s'agit des visioconférences, des audioconférences, chat, blog, téléphone, messagerie instantanée, etc. En Algérie, la première expérience réussie de l'enseignement supérieur est celle menée par l'Université de la formation continue en 2019, l'UFC, et le début de l'année 2020, l'Algérie a suivi sa politique sanitaire en arrêtant les activités universitaires en présentiel et intégrer des TIC appropriés pour accompagner à distance les activités pédagogiques. Dans cette perspective s'inscrit notre enquête où le but principal est de savoir, après une période de presque une année de la pandémie, comment les étudiants apprécient-ils l'enseignement à distance instauré par le gouvernement. Pour ce faire, nous avons opté pour une enquête par questionnaire pour la collecte des données distribuées à un échantillon constitué de 204 étudiants des écoles de commerce, ça va de HEC, ESC, École nationale de statistique, etc., de cycles préparatoires et de cycles de master couvrant l'ensemble du territoire algérien, dont les résultats sont les suivants. L'utilisation des outils de l'apprentissage à distance de nos jours nécessite des connaissances et des compétences informatiques de la part des étudiants. Comme montrent les résultats que vous voyez dans notre enquête, les étudiants se sentent moyennement à l'aise face à l'utilisation de l'outil informatique et des technologies d'une manière générale, et un pourcentage non négligeable d'étudiants ne se sentent pas du tout à l'aise, ce qui marque déjà le manque de compétences en informatique nécessaires chez les étudiants. Les résultats montrent également que les étudiants, avant la pandémie, utilisent rarement des plateformes spécifiques à l'enseignement à distance et que pour la majorité, cette expérience de l'enseignement à distance, imposée par la crise sanitaire, constitue leur première expérience.
Parlant des avantages de l'enseignement à distance, nous constatons que la majorité des étudiants infirment l'utilité de l'enseignement à distance en termes de l'amélioration de la communication avec les enseignants, de la collaboration entre eux, les étudiants entre eux, la motivation, rapidité d'apprentissage, de leur concentration, performance. Cependant, ils sont d'accord que ce mode d'enseignement leur permet d'organiser leurs travaux en étant à l'aise chez eux et de leur consacrer plus de temps et gagner de déplacement, de l'utilisation des transports. Pour l'importance des activités pédagogiques d'apprentissage à distance, donc à cause de la pandémie du coronavirus, les étudiants se sont trouvés face à l'obligation de continuer leur programme universitaire à distance. L'appréciation de leur satisfaction, de cette mesure montre que la majorité sont moyennement satisfaits. Dans la mesure où ils étaient inquiets sur leur santé et celle de leurs proches, et de l'engagement d'une part, et de l'engagement de terminer leur année universitaire d'autre part. Cependant, ils attestent que les outils mis en place répondent peu, donc les outils mis en place par les enseignants et par le gouvernement répondent un peu à leurs besoins pour réussir leur formation et qu'ils ont des difficultés pour y accéder. Ces difficultés concerne des difficultés matérielles, des difficultés financières, des difficultés techniques, surtout liées à la qualité médiocre de réseau, d'Internet, surtout pendant cette période de confinement où tout le monde est connecté. L'enquête montre que les étudiants accordent l'importance au support de cours et aux exercices, comme on voit dans le schéma, mais ils accordent moins d'importance au volet questions-réponses, malgré son point dans la compréhension et l'apprentissage, et ce, à cause du manque de ce dispositif dans les outils utilisés par la majorité des enseignants, à savoir la plateforme Moodle, comme le confirment les résultats suivants, ces résultats où les étudiants attestent que l'outil le plus utilisé pour transmettre le contenu pédagogique sont des fichiers PDF, WinRAR, Word, etc., et l'audiovisuel et la visioconférence, ou l'audioconférence et visioconférence sont moins utilisées par les enseignants pour leur transmettre des cours. Concernant les travaux d'évaluation en ligne employés par les enseignants, nous constatons que les étudiants sont censés effectuer des travaux de maison et des projets de recherche pendant le confinement. Cependant, la présentation orale en ligne est presque absente dans le processus d'évaluation et les enseignants optent rarement aux tests et examens en ligne. Et selon ces résultats qui comparent entre l'enseignement en présentiel et l'enseignement à distance en matière de qualité des activités, nous constatons que les étudiants attestent qu'ils font presque le même niveau des travaux demandés à distance, mais le niveau de leur motivation et persévérance, leur capacité d'organisation, leur collaboration avec d'autres étudiants en ligne sont inférieurs par rapport à ceux en présentiel. Ces derniers résultats concernent l'appréciation des efforts déployés par les enseignants montrent que les étudiants attestent leur satisfaction moyenne des efforts déployés par leurs enseignants durant l'enseignement à distance. Et un nombre non négligeable d'étudiants attestent que ces efforts ne sont pas du tout satisfaisants. معليش دكتورة أمينتي لك الفيه ملخص ولا ريزومي فيك دي مينيت دكتور؟ لا ماني في الخاتمة معليش كونكريت معليش واضح Conclusion. Donc, après une période de confinement de presque une année due à la crise sanitaire et après tous les efforts déployés par le ministère de l'enseignement supérieur et les établissements universitaires, notre étude relève les points suivants. Les étudiants apprécient plus l'enseignement en présentiel que l'enseignement à distance. Les étudiants ne sont pas satisfaits par les dispositifs d'enseignement en ligne mis en place. Les derniers affectent également la qualité de leur travail et leur performance. Le dernier point, les enseignants ne diversifient pas leurs outils d'apprentissage à distance, malgré la diversification avec le développement technologique. Ils se contentent aux fichiers téléchargeables.
Plusieurs facteurs, en fait, peuvent expliquer ces résultats. C'est la non-maîtrise des nouvelles technologies, en particulier par les anciens enseignants, manque de formation, encore les formations médiocres assurées par les universités, manque de connexion, de réseau, la courte durée de réaction contre cette crise sanitaire, manque de compétences et des moyens nécessaires chez les enseignants et chez les étudiants. Comme recommandation, pour remédier à ces insuffisances relevées par cette étude, par nos étudiants, le gouvernement doit investir impérativement pour fournir une meilleure connexion, pas uniquement. Ouais, c'est ça. Pendant cette crise sanitaire, mais même après, parce que c'est l'enseignement à distance est l'une des faits qui sont bien équipés dans ces derniers mois. L'établissement universitaire doit fournir des formations de qualité pour les deux parties, et les enseignants, des formations pour les enseignants et pour les étudiants, et employer des techniques d'enseignement surtout interactives. Pour renforcer la communication entre les étudiants et les enseignants. Et voilà, à la fin, je vous remercie pour. شكرا 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 لكم. شكرا دكتورة أيف بعزيز نوال على هذه المداخلة القيمة التي عالجت فيها طرق وأساليب استخدام التكنولوجيا في المدارس في أزمة كوفيد، إلا أن ما تشتكي منه الأستاذة بصفة عامة والطلبة في مجمل الجامعات أنهم يعانون من عدم توفر الإنترنت بصفة عامة، إلا أن هذا مطلب نعم ضروري لتوفيره للطلبة داخل الحرم الجامعي. ودكتورة مشكورة جيدا على هذه المداخلة شكرا لكم. التي نطلب من أن نجدها عند الأستاذة لكي يستفيدوا منها طلبتنا في خاصة في قسم العلوم الاجتماعية لديهم بحوث هذه السنة إن شاء الله حول مدى تطبيق تعليم عن بعد في الجامعات وأثرها على الطلبة بصفة عامة والتحصيل الدراسي على الطلبة بصفة عامة. وشكرا شكرا دكتورة. والآن يلتحق بنا الدكتور أحمد حمودة إذا كان موجود إن شاء الله. تفضل دكتورنا لمداخلة التدريس عن بعد في الكليات الإعلام والاتصال زمن أزمة كورونا فلسطين نموذجا، فليتفضل مشكورا. شغل مايك أستاذ، عندك شغل أستاذ حمود. شكرا يا دكتور، يعني إنه من دواعي سروري أن أنال وجودي ما بينكم في هذا المؤتمر العلمي القيم. شاركت في بحث علمي مع زميلتي إيمان بوحوية، نحن طلبة معهد الصحافة وعلوم الأخبار بتونس. كانت العنوان حول التدريس عن بعد في كلية الإعلام والاتصال زمن الكورونا، واتخذنا فلسطين نموذجا لأننا في فلسطين نعيش هذا الحدث. أثارت المخاوف طبعا أولياء وطلبة الجامعة عن اعتبار هذه السنة الدراسية الحالية باعتبارها سنة بيضاء، معناتها لأنه وزارة التعليم العالي في فلسطين استبعدت هذه الفرضية. في هذا السياق يعني معالم استمرار أزمة وباء كورونا احتارت العائلات بشكل معناتها ما عرفوش الفصل الدراسي العام في 2020 2021 كيف سيكون معناتها هذا الفصل، رغم اليقين التام أن سلامة الأبناء هي في المقام الأول. معناتها تجربة التعليم عن بعد في الجامعات هي مادة ابتكارية، ليش؟ لأنه معناتها المساهمة في تطوير منظومة العلم من ناحية، هذه معناتها خلت أنه هل الجامعة عندها خطة احتياطية مجربة في حال صار مثلا تهديد جديد كي مثلا مثل أزمة كورونا وإلى آخره، لأنه إحنا بنعرف وجوب استمرارية العمل والحفاظ على سلامة الإنسان، وأنك أنت توضع حياة وسلامة الطالب والأسرة هذا يعني لازم يكون محط اهتمام حتى تكون التجربة ناجحة في كل المقاييس. في هذا السياق دكتور طرحنا هذه الإشكالية، كيف تفاعل أو تعامل مدرسي كلية الإعلام والاتصال مع ما وردتهم من أسئلة
للطلب عبر الأدوات والتطبيقات المتاحة التي وفرتها التكنولوجيات الرقمية في زمن الأزمات. تفرع طبعاً من هذا السؤال الرئيسي عدة تساؤلات فرعية له، تتمثل في كيف مثلاً صعوبات التدريس عن بعد التي عاشها المدرسين في كليات الإعلام والاتصال، ما هي السلبيات تجربة التعليم عن بعد الذي معناتها لمسها المدرسين في كليات الإعلام والاتصال، وما هي مقترحات تحسين عملية التعليم عن بعد في كليات الإعلام والاتصال. في هذه الدراسة دكتور اعتمدنا على المنهج الوصفي الكمي، تكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء هيئة التدريس في كليات الإعلام في جامعات فلسطين بالتحديد في قطاع غزة في مناطقها التعليمية في الجنوب والوسط والشمال بمختلف الدرجات العلمية، معناتها دكتور مدرس للدبلوم أو البكالوريوس في الاختصاص. اعتمدنا على العينة الملائمة أو المتاحة، تمثلت هذه العينة ب 27 محاضر جامعي مدرس من الأساتذة المتفرغين وغير متفرغين في كلية الإعلام المدرسين والخبراء أيضا في هذا المجال. بعد ما أخضعنا مادة العينة للتحليل والدراسة توصلنا إلى أبرز النتائج التالية. لوحظ أن شبكات التواصل الاجتماعي اللي هي مجموعات الفيسبوك أنها في الحقيقة ليست المكان الحقيقي للتعلم، وهي مكان غير رسمي وفيه اللغة غير حميمية بعض الشيء، وهذه الحالة نستنتج بأن الاعتماد عليها كمكمل ولكن ليست كمصدر رئيسي للتعلم. أشارت نتائج الدراسة التي قمنا بإجراءها أن من صعوبات التعليم عن بعد أنه يسهل عملية الانتحال، كما يؤدي إلى الشعور بالعزلة الاجتماعية عند استخدام التعلم عن بعد، كما ويصعب التعامل عن بعد في بعض الأحيان معناتها بسبب الضعف المعرفي حول تقنيات التعليم المدمج، وأن ضعف المهارات التكنولوجية للطلاب كانت من أبرز الصعوبات التي واجهت عملية التدريس عن بعد لدى مدرسي كليات الإعلام والاتصال في فلسطين. رصدنا يا دكتور التحديات التقنية المتمثلة في الأمية الفنية من مشاكل الصوت وانقطاع الصوت وتوقف جهاز الحاسوب في بعض الأحيان عند شرح الدرس، وكان هناك عدم تناسق في بعض المساقات التطبيقية، وأيضا لاحظنا عدم انضباط ذاتي للطلبة في البيئة الافتراضية. هذه الدراسة أثبتت إلى أن إمكانية استخدام عن بعد في كليات الإعلام والاتصال في فلسطين أن هناك اهتمام كبير وملحوظ بالانخراط والاشتراك جراء نقاشات افتراضية حول مساقات أكاديمية زمن أزمة الكورونا، وأن هذه النتيجة لا تتنافى مع أهمية بناء نظام تعليمي عن بعد نتكئ عليه في وقت الأزمات والظروف الصعبة وقد يكون مساندا للتعليم بشكل دائم. يمكن استثمار الفضاء الافتراضي في التعلم عن بعد في أولا بالنسبة معناتها للشخص المتعلم والمحاضر أنه يقدر على ضبط إدارة الوقت وتقسيمه بطريقة فعالة، والسرعة في تنزيل المواد التعليمية والكتب المقررة وتوفير الوقت في وضع درجات الامتحانات وفي طبع ونسخ أوراق الامتحان وتوفير عدد كبير من الأوراق والحبر، وبالتالي نحمي بيئتنا. نتائج الدراسة أظهرت بأن التعليم الافتراضي هو المنقذ في أوقات الصعوبات زمن الأزمات الصحية والإنسانية والبيئية، ساهم في إيجاد الحلول لبعض الصعوبات الشخصية لبعض الطلبة والمتمثلة في الإعاقات الجسدية والأزمات الصحية ومشاكل النقل والتنقل وقيود العمل للموظفين وأرباب الأسر المتعلمين، كما أنه يمكن الطلبة من تلقي الدرس في المكان الأنسب لهم ويساعدهم على تطوير المعرفة بالإنترنت، خاصة أننا نعيش في عصر الميديا الاجتماعي. أوصت هذه الدراسة العلمية أن نجاح تطبيق التدريس عن بعد بشكل فعال ومثمر يتركز على العنصر البشري عموما وعلى عضو هيئة التدريس بالخصوص، ومن هنا يجب إعطاء أهمية خاصة لمهنة التعليم وتمييزها عن بقية المهن في فلسطين. إضافة إلى ذلك يجب وضع برامج محددة لتوحيد الجهود في مجال تطوير التعليم عن بعد. ومن توصيات الدراسة الاهتمام بالتطوير المهني لهيئة التدريس اللي هو المشرف، ولا بد من تخصيص الدورات والورشات التكوينية للطلبة من أجل حذق نموذج لتكنولوجيات الاتصال ومنصات التعلم الافتراضية في مجال نظام إدارة التعلم عن بعد ومواكبة التحديثات الآنية، وعرض مكافأة للمتميزين من مستخدمين التعلم عن بعد، وتصميم برامج إعداد مدرس التعليم عن بعد بما يتناسب ومعايير الجودة المحلية في ضوء الاتجاهات التربوية والتكنولوجية الحديثة. لابد أيضا في ضمن التوصيات أن يكون هناك تثمين لدور الفضاء الافتراضي في تأمين استمرار العملية التعليمية، ولابد أن يكون في هناك تفكير بجدية في مجز الأساليب التدريسية لا سيما في المساقات النظرية
حتى هذه التجربة تتجذب أكثر ويكون هناك جاهزية للطاقم التدريسي في التعليم المندمج يكون بشكل ممتاز. على كلية الإعلام ختاما، على كلية الإعلام والاتصال في فلسطين أن تزيد من عدد المساقات التي تدرس عن بعد مستقبلا، ويجب التسريع في إصلاح أي عطب تقني، ويجب زيادة عدد التدريبات لتحسين محو الأمور الإلكترونية في مجال النظام إدارة التعليم ومواصلة تلقي التدريبات للطلبة والأساتذة عن بعد، إذ يجب مكافأة المتميزين من مستخدمي التعلم عن بعد. وختاما نقول العلم نور، وإن الفضاء الافتراضي أثبت وبجدارة أنه قنديل الفترة الحالية الذي أنقذ أجيالا من الظلمات. وفي الختام شكرا لكم. أستاذ بوزيد، في كلية الإعلام والاتصال على حول هذه المعلومات القيمة حول هذه المداخلة اللي هي تدور حول تدريس عن بعد في كلية الإعلام والاتصال في زمن أزمة كورونا في فلسطين نموذجا. دكتورنا أنت مشكور جدا على هذه المعلومات القيمة التي استفدنا منها، ونطلب منك أن تكون دائما في تزر في هذا الاتجاه لدراسة مدى نجاح هذه التقنية في التعليم أو لا فيما بعد إن شاء الله يا دكتور، لديها تحصيل دراسي على الطلبة أم لا، لدى الاستفادة من تحصيل دراسي في هذه من خلال وسائل التكنولوجيا الحديثة أو التعليم عن بعد بصفة عامة. وشكرا جزيلا يا دكتورنا، إلى فيه إفادة ولا فيه نقاط أخرى إن شاء الله في المناقشة في الأخير نستفيد منها إن شاء الله دكتورنا. الآن ننتقل إلى المتدخل الثاني الى يكون لكم موجود، امل محمد عبد الله البدو. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. موجود الان. ممكن مشاركه العرض؟ مرحبا، معليش يا استاذ امل البدو، مرحبا. مرحبا، تفضل يا دكتورة. تفضل معنا الدكتورة في مداخلة حول فاعليات المنصات التعليمية في تطبيق التعليم عن بعد في المرحلة الثانوية بدولة الإمارات. تفضل يا دكتورة وأهلا ومرحبا بك. معلش سامحوني بس أنا يعني ممكن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا في هذا الملتقى، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يعني بس أنا شوي بدي موضوعي واضح العرض إن شاء الله رب العالمين. موضوع اليوم إن شاء الله رب العالمين عن فعالية المنصات التعليمية في تطبيق التعلم عن بعد في المرحلة الثانوية بدولة الإمارات العربية المتحدة. يعني كانت مشكلة الدراسة نبعت من أنه العالم بأسره تعرض لجائحة كورونا، وكان ذهب الطلبة إلى الجامعات وإلى المدارس، كانت عملية صعبة، فكان لابد من البحث عن حلول بديلة لهذا التعطل، وأيضا الاحتفاظ بجودة التعليم وعدم التنازل عن نوعيته وكميته، وهو ما يستلزم متابعة ومراقبة مدى تحقق التوأمة بين نمو الطلبة العلمي وبين العمق المعرفي في استخدام تكنولوجيا التعليم في المناهج المدرسية. لذلك فإنه في كل مناسبة يتأكد في نظرة صناع الحياة صناع القرار أن إدراك التكنولوجيا العصرية وتأهيل الطلبة ليكونوا قادرين على الاستفادة من إمكانياتها لم تعد محل جدل أو نقاش في الفترة الجائحة، بل ضرورة حتمية، كما يجب العمل على سد الثغرة وإيجاد الحلول البديلة للتعلم التقليدي. ولذلك كانت تتلخص مشكلة الدراسة ما فعالية المنصات التعليمية في تطبيق التعلم عن بعد في المرحلة الثانوية بدولة الإمارات. أهداف الدراسة كانت أهداف الدراسة على أربعة أهداف: ما مدى فعالية المنصات التعليمية في العملية التعليمية من وجهة نظر المعلمين؟ دكتورة وصل العرض فقط، هناك الشاشة الأولية فقط، نقطة الصفحة الأولى فقط، معليش. وصل العرض. أنقر دكتور بس ما يطلع. طيب دكتور هيك إن شاء الله العرض موجود.
عرض موجود هكا يا استاذ دكتور مليح. ما مدى فعالية المنصات التعليمية في العمل التعليمي من وجهة نظر الطلبة؟ هل يوجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة بين إجابات عينة الدراسة من المعلمين عن فعالية استخدام المنصات حسب متغير المؤهل العلمي وسنوات الخبرة؟ هل يوجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة بين إجابات عينة الدراسة من الطلبة عن فعالية استخدام المنصات التعليمية حسب متغير المادة الدراسية؟ كانت أهمية الدراسة يعني من وجهة نظر الباحثة تفسح المجال للطلبة الاطلاع على العلوم من أوسع الأبواب وتمكنهم من استخدام مهارات القرن 21، كما تقدم نتائج هذا البحث المعلمين وسائل تساعدهم على رفع مستوى تحصيل طلابهم وتساهم في تعريفهم على استراتيجيات جذب الطلبة المواد الدراسية ويمكن الاعتماد عليها في العملية التعليمية، بالإضافة إلى تقدم لوزارة التربية والتعليم دليلا عن أهمية المبادرة التي تبنتها وأكدت على جعلها هدفا أساسيا في عملية التدريس. حدود الدراسة كان يعني كانت حدود الدراسة في طبقت على مدارس في إمارة الشارقة ودبي. تعرف الباحثة نعرف بس المنصات التعليمية بدعم برنامج داعم لصقل المهارات الطلبة المعرفية والإدراكية والتقنية مبني على التعلم الذاتي والمستقل الذي يتيح للمعلمين والطلبة في المدارس الحكومية والخاصة عرض المناهج التعليمية الإلكترونية على أجهزة الحاسب الخاصة بهم والتفاعل معها بطريقة سلسة، كما يتيح لهم تحميل نسخ إلكترونية من مختلف الكتب المتاحة لجميع المواد الدراسية والوصول إليها في أي وقت. في بعض المنصات يعني اللي أعرضها استخدمناها مثلاً أو مشهورة موجودة في المجتمع العربي، رواق، إدراك، كوسيرا، منصات التعلم الذكي في الإمارات، سمارت مجلس، إدمو، إيدو، أليكس، القمة، في يعني عدد من المنصات التعليمية. كانت دراسة عرض الأدب النظري فيها عن أهمية تصميم التعليم في التعلم عن بعد، جوانب مهمة أثناء تصميم التعلم عن بعد، عناصر تصميم التعلم عن بعد، أنماط التعلم عن بعد، استراتيجيات التعلم في التعليم عن بعد، محتوى المنصات في التعلم عن بعد، الأهداف الاستراتيجية للمنصات التعليمية، فوائد المنصات التعليمية، مميزات المنصات التعليمية. اعتمدت الدراسة على منهج وصف التحليلي، وكانت عينة الدراسة من 360 طالبا و86 معلمة من نفس المدارس. أداة الدراسة كانت عندنا استبانتين، استبانة موجهة للمعلمين واستبانة كانت موجهة للمتعلمين. أيضا عملنا خصائص سيكومترية لأدوات القياس، سقد مظاهري، اتساق داخلي، ثبات بطريقة إعادة الاختبار تطبيقه ومعامل ألف كرومبخ. كانت نتائج الدراسة أنه فعالية منصات التعليمية من وجهة نظر المعلمين كانت مرتفعة، لأنه يعني كان هذا الأسلوب يعني تدعو إلى دولة الإمارات العربية المتحدة منذ زمن، ودربت معلميها على هذه الدورات، وكانت أصلا منصة التعلم الذكي منشأة قبل جائحة كورونا، لكن يعني كانت وتحث المعلمين على استخدامها، لكن زادت التركيز عليها بعد جائحة كورونا. فعالية المنصات التعليمية في العملية التعليمية من وجهة نظر الطلبة كانت يعني متوسطة. احنا نعرف ان الطلبة يعني معنا بالمرحلة الثانوية، بس كانوا يعني الطلبة بيحبوا يروحوا على المدارس ويعني يصير في تفاعل، يعني لكنها كانت يعني متوسطة بشكل يعني قريب يعني للمرتفع نحكي. هل يوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين فعالة المنصات التعليمية حسب متغير أهل المعلم وسنوات الخبرة؟ ما كانت فروق، لأنه كلهم في الإمارات يخضعوا لدورات، وحتى يعني كان قبل شوي دكتور يقول إنه تشجيع المعلمين اللي يعني بيطبقوا التعلم عن بعد، دورة الإمارات العربية المتحدة بتشجع هاي الأمور وبتعطي دورات خصوصا يعني في المراحل الثانوية والمدارس الحكومية، فما كان في فروق. لكن عند الطلبة كان في فروق، الطلاب المواد الأدبية كانوا يعني تفاعلهم أكثر ورضاهم أكثر، ويوجد فروق كانت حسب متغير المادة الدراسية. الطلاب المواد العلمية كانوا عندهم اعتراض وما كان يعني ما كانوا الفروق كانت يعني اللي شجعوا التعلم عن بعد اللي هم استخدام المنصات التعليمية اللي هم الطلاب اللي يدرسوا المواد الأدبية. التوصيات: إنتاج مراكز متخصصة إنتاج برامج التعليمية وتجهيزها لاستخدامها في المدارس، عمل دليل المعلمين في مجال اختيار
اختيار منصات استخدام منصات التعليمية بحيث يشمل على قواعد اختيار المنصة من حيث محتواها وكذلك القواعد التي يجب مراعاتها. في أنا حبيت أعرض لكم شوية بعض المعلومات اللي يستفيدوا منها في عجلة البيداغوجيا لدمج التقنية ضمن أهداف التعلم مع تحديد مستوى هذا البرنامج. هاي يعني صورة جدا مهمة، أنا حاولت أقصها بحيث أنه أنا الأستاذ أو المعلم أو المحاضر هاي يختار المنصة أو التطبيق اللي يناسبه حسب الهدف التعليمي بلوم وحسب اللي يعني الإشي اللي بده يحققه. فهاي موجودة، لكن يعني ما في عذر إنه ما نستخدم. هاي الجائحة وما بنعرف الزمن المستقبل شو، فإحنا في هاي عجلة البيداغوجية سهلت علينا أختار التطبيق اللي يناسبني أو المنصة اللي تناسبني حسب الأهداف التعليمية اللي بدي أحققها، وأيضا تربطها مع مستويات بلوم. ما هي موجودة يعني على الإنترنت، بس أنا حاولت ألفت نظر بعض الناس إنه لهذا الموضوع. أيضا في عنا هاي المدونات، في مدونات مجانية يستطيع أيضا المعلم يستفيد منها بالإضافة إلى المنصات التعليمية. برضو هاي برامج يستطيع يكتبها وحتى يستفيد منها حتى ينزل على المنصات التعليمية. ده أحكي في منصات موجودة وفي منصات ممكن أنت تفعل الأدوات وتعرض عليها. أيضا هاي كانت أكبر المشاكل إنه عملية التقييم عندنا في التعلم عن بعد والغش بين الطلاب. في برامج سهلة بتساعدك على التطبيق البدائي والتكويني والختامي وبحيث إنه تحد من عملية الغش. وفي أيضا هون برامج أيضا تساعدك تصور فيديو وصورة بحيث إنك أنت ممكن تستخدم التعلم المقلوب وتبعت للطلبة إذا كان النت ضعيف عند بعض الطلاب بحيث يوصلهم بأوقات مختلفة. برضو هذا البرنامج سناكت بساعدك تعمل بطارية من الأسئلة. وبرضو هاي التطبيقات كلها كمان كانت موجودة عرضناها في عجلة البيداغوجية. بالنهاية بحب أحكي لحضراتكم ولكل العالم، كانت جائحة كورونا صعبة على العالم كله، لا ما في موضوع ما في إيجابيات وسلبيات، لكن أي إنسان بيسعى لهدف بيحاول يذلل الصعوبات بحيث إنه يوصل المعلومة للطلاب. هذا الموضوع حتى ليس ترفا، إنما هو إجباري حتى نخلص إن شاء الله ويرفع البلاء عنهم مثل الإسلام والمسلمين والبشرية جماعة. شكرا دكتورة. شكرا دكتورة على هذه المعلومات القيمة حول هذه المداخلة اللي أعتبرها كمداخلة مهمة، اللي هي فاعلية المنصات التعليمية في تطبيق التعليم عن بعد، وخاصة في مرحلة التعليم الثانوي الذي نشهد فيه بصفة عامة أن التلميذ لديه بصفة عامة قدرات لكي يتكيف مع هذا النمط من التعليم، إلا أن كما أشارت الدكتورة بأن هناك فرق بين الطلاب بالمواد العلمية والمواد الأدبية، بأن المواد الأدبية ممكن هذه طريقة التعليم عن بعد تساعدهم إلى حد كبير، بينما المواد العلمية التي تحتاج الحضور خاصة في المخابر أو ما إلى ذلك للطرق العلمية بصفة عامة تحتاج إلى الحضور. ولكن إن شاء الله مع تطور الوسائل التكنولوجية إن شاء الله يكون هناك استيعاب لهذه المادة إن شاء الله في القريب العاجل، ولكن إن شاء الله في توقيت المناقشة إن شاء الله إذا كان فيه إضافات أخرى فتتفضلي دكتورة مشكورة. الآن ننتقل إلى المداخلة الثانية للدكتورة بركنو نورة أو عمار بركات إذا كان موجودين. بركنو نورة غير موجود. ننتقل إلى المتدخل الأخير أو ما قبل الأخير اللي هو هشام عبد الوافي إذا كان موجود. هشام عبد الوافي غير موجود. أستاذ بوزيد، في حال غياب المتدخلين هناك مداخلة بقيت من جلسة 22. المتدخل الأول برك فوسد زهرة في جلة أو كان في عزوز غير موجودين تاني. مداخلة الأولى سفيان نعم كتفي عزوز. السلام عليكم. كتفي عزوز أيوه تفضل دكتور. كتفي عزوز تفضل.
ماريا اللي مكتوبة ماريا 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 خلاص خلاص واضحة خلاص تفضل دكتورة مرحبا مرحبا بك تفضل معنا الزهرة في جل في حول مداخلة استراتيجية التعليم عن بعد الأكثر استخداما في الجامعات العربية الجزائر جامعة الجزائرية نموذجا جامعة المسيلة فلتتفضل مشكورة تفضل دكتورة في الحقيقة تفضل دكتورة زهرة فيجل أستاذ لا ندري هل هي ماريا ماريا هي زهرة فيجل أم لا ماريا السلام ماريا عليكم السلام عليكم فيجل. السلام ورحمة الله لا معك أستاذة بركن ونورا هي بركنا تفضل دكتورة بركنا حول مداخلة اللي هي تدور حول تقييم هيئة التدريس بالجامعات بالجزائر لتجربة التعليم عن بعد في انتشار بصفة عامة فيروس كورونا الإمكانيات والمعوقات دراسة ميدانية لعينة من أساتذة جامعة أدرار تفضل الدكتورة بركنا نورة من جامعة أدرار تفضلي معنا مرحبا بك شكرا أستاذ بارك الله فيك بسم الله الرحمن الرحيم بداية أهنئ وأشكر كل قائم على هذا الملتقى الدولي المتميز الذي تميز بمواضيع وأبحاث مهمة جدا تمس الجامعة بصفة عامة والعملية التعليمية بصفة خاصة في الظروف الحالية التي نعيشها جائحة كورونا والذي على إثرها اخترنا هذا موضوع المداخلة البعد في ظل انتشار فيروس كورونا الإمكانيات والمعوقات دراسة قمنا بدراسة ميدانية لعينة من أساتذة جامعة أدرار فالملاحظ أن قطاع التعليم في العالم عامة والدول النامية خاصة يواجه مجموعة من التحديات والصعوبات المرتبطة بتزايد الطلب على المستوى الكمي للمتعلمين أو على المستوى النوعي ومدى قدرة المدرسة والجامعة على مواكبة التحولات الجوهرية التي شملت سوق الشغل خاصة في شقها المتعلق بالاتجاه نحو العالم الرقمي بثالوث الإدارة والاقتصاد والمجتمع ما يفرض على مختلف المتدخلين في المنظومة التعليمية من سياسيين وأكاديميين وأساتذة وأولياء الأمور ضرورة البحث عن بدائل منهجية وطرق تدريس جديدة ناجعة وفعالة من شأنها المساهمة في تخفيض كلفة التعليم وتبسيطه وديمقراطيته من جهة وترشيد الموارد المالية والبشرية المتاحة من جهة أخرى في هذا الإطار بدأ التفكير في آلية التعليم عن بعد كخيار استراتيجي بدأت تراهن عليه الدول المتقدمة وتستثمر في تطويره منذ منتصف القرن العشرين في حين ظلت الدول النامية ومن ضمنها الجزائر مترددة ومتماطلة في فتح هذه الورش لاعتبارات اقتصادية متعلقة بكلفة التحديث والرقمنة وبشرية تكمن في صعوبة تأهيل هيئة التدريس ومدى قابليته للتكوين المستمر في هذا المجال غير أن جائحة كورونا كوفيد-19 المستجد شكلت محطة مفصلية في مسار التحديث والرقمنة وقد انخرطت الجزائر بدورها في هذا النهج فسنت مجموعة من الإجراءات الاستباقية والاحترازية كما بادرت وزارة التربية والتعليم والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إلى تعطيل الدراسة بشكل مؤقت مع التأكيد على استمرارية المواكبة البيداغوجية باعتماد آلية التعليم عن بعد التي انخرط فيها نساء ورجال التعليم بمختلف الأسلاك بكل جدية ومسؤولية وروح وطنية وإيمانهم الراسخ بنبل رسالتهم التربوية والتعليمية هذا وبعد انصرام أكثر من 6 أشهر على انطلاق هذه التجربة التي خلقت نقاش بين مكونات المنظومة التعليمية حول نجاعة التعليم عن بعد من عدمه ومعوقاته خاصة في ظل الظرفية التي فرضت السرعة في تنزيل هذا الخيار وعدم توفير الشروط الموضوعية لإنجاحه المتمثلة في استمرار التباينات السوسيومجالية واختلاف مستوى الفوارق الفردية بين المعلمين والمتعلمين حسب المستوى التعليمي ووسط الإقامة والكفايات التقنية التي يتطلبها هذا النوع من التعليم الشيء الذي يؤكد على ضرورة التنبيه إلى إمكانية المس بمبدأ التكافؤ الفرص وجودة التعلمات أتاحت تجربة التعليم غير الحضوري اكتشاف حركية نعتبرها فرصة هامة للاستثمار ولو أعدت لها التهيئة الرقمية المطلوبة والملائمة
والكفايات والقدرات المعرفية اللازمة. في هذا السياق تندرج هذه الورقة البحثية الميدانية التي نتوخى من خلالها تقييم هيئة التدريس بالجزائر لآلية التعليم عن بعد ومدى نجاحه من خلال رصد جوانبه الإيجابية وعوائقه في أفق تقويم وتجويد هذه التجربة الرائدة، انطلاقا من طرح التساؤلات التالية: ما مدى نجاح التعليم عن بعد بالجامعة الجزائرية؟ وما هي وسائل وطرق تنزيله؟ وهل يمكن اعتباره آلية مستقبلية فعالة كفيلة بتعويض التعليم الحضوري؟ وما نتائجه وانعكاساته التعليمية والنفسية والاجتماعية على هيئة التعليم؟ فقد اعتمد في هذه المداخلة منهجية تجمع بين المنهج التوثيقي حيث شكل الاطلاع على المقالات الإلكترونية التي عالجت موضوع الجائحة والتطورات المرتبطة بها دعامة أساسية في إنجاز هذا العمل، إلى جانب تتبع البلاغات الرسمية الصادرة عن الوزارة الوصية على قطاع التعليم، بالإضافة إلى الانفتاح على التخصصات المهتمة بموضوع طرق التدريس وعلم النفس التربوي، ونخص بالذكر علم الاجتماع، علم النفس، علوم التربية، إضافة إلى المنهج الإحصائي التحليلي حيث تم إنجاز استبيان إلكتروني وجه للأساتذة الذين يعملون بصفة رسمية ودائمة بجامعة أحمد الدراية بأدرار، وقد بلغ مجموع الاستمارات التي تم تفريغها على شكل جداول وبيانات وتوظيفها للإجابة على التساؤلات المطروحة 45 استمارة. وتكمن أهمية هذه الورقة البحثية من الناحية العملية في معرفة أهمية دور التعليم عن بعد في ظل الجائحة كوفيد-19 بالجامعة الجزائرية ومدى نجاح هذه التجربة، إضافة إلى الكشف عن أهم المثبطات والمعوقات التي تحول دون ذلك. بالنسبة لعينة الدراسة تكونت من 66% من الأساتذة الذكور و 33% من الأساتذة الإناث. بلغت الفئة العمر عفوا تجاوزت النقطة، بلغت سنوات الخبرة عدد سنوات الخبرة لأغلب الأساتذة المبحوثين أكثر من عشر سنوات بنسبة 44%، مما يدل على أنهم قادرين على التعامل مع كل المستجدات التي تطرأ على الجامعة في مختلف الظروف، وهذا ما يتناسب طبعا مع موضوع الدراسة. بالنسبة لي كسؤال رئيسي للاستمارة الإلكترونية التي وزعت على الأساتذة المبحوثين، موقف هيئة التدريس من قرار توقف الدراسة الحضورية، فقد أجاب أغلب الأساتذة أو 73.77% من عينة البحث أن القرار كان مناسب وفي محله، خاصة أنه أكد على استمرار المواكبة البيداغوجية عن بعد. أما نسبة 11% اعتبرت القرار متسرعا. نعم بعد الهاتف على المايك فقط. قلت كما قلت نسبة 11% اعتبروا أن هذا القرار متسرع، في حين أن نسبة 15% اعتبروا أن القرار ارتجالي. هذه الفئات برأي موقفها المسؤولين اتخذوا هذا القرار صوت غير واضح يا دكتورة، ممكن إعادة المرتجل دون إعداد أو دراسات مسبقة. واضح الآن واضح، ولكن الفقرة الأخيرة غير الآن واضح. نعم وصل سيد. نعم صح. قلت يعني قلت أنه لم يؤخذ بعين الاعتبار وأن أثناء بلورة هذا القرار أو تنزيله للمعوقات البيداغوجية المرتبطة بطبيعة المواد والمستويات التعليمية، على الإكراهات التقنية والمادية والسيكولوجية التي قد يتعرض لها المتعلمون والمدرسون على حد سواء. أكمل أستاذ.
أكمل أكمل ولكن الصوت يتقطع. بالنسبة للملف الزمني هو وثيقة التعليم عن بعد. نعم، بالنسبة للملف الزمني هو وثيقة التعليم عن بعد بالإضافة إلى انخراط هيئة التدريس بشكل كبير وحفظ الصوت يتقطع يا دكتورة، الصوت يتقطع. على التفاعل مع الطلبة والمتعلمين وتبسيط واختزال مضامين الدروس المقدمة، فإن تحليل بنية متوسط عدد ساعات التواصل في اليوم هام جدا، ويفسر التركيز على تحليل بعض. نعاود الاتصال أستاذ دقيقة. نعم عاود الاتصال. نعم أستاذ. واصل يا دكتورة. أستاذ الصوت مسموع الآن؟ الصوت مسموع الآن. نعم أستاذ. واصلي واصلي أستاذ. الصوت مسموع. مسموع. واصلي دكتور. نعم نعم. بالنسبة للتقييم الأولي لحجم لحجم ساعات التفاعل ودرجة الاستيعاب، فقد كشفت النتائج التي توصلنا إليها إلى أن تباين هناك تباين في عدد المتفاعلين المتعلمين مع دروس التعليم عن بعد، حيث صرح العديد من الأساتذة بالجامعة أن أغلب الطلبة لم يتفاعلوا مع الحصص المقدمة عبر المنصة، وهو ما يؤكد ضعف مؤشر التفاعل، حيث أكدت نسبة 45% من عينة البحث أن نسبة التفاعل الطلبة لم تتجاوز 20%، بينما صرحت فئة 5 من الأساتذة 5% من عينة الدراسة ارتفاع نسبة التفاعل لأكثر من 80%، وقد سجلت هيمنة مطلقة لطلبة الكليات ذات الاستقطاب المفتوح، خاصة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بنسبة 2.42، تليها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بنسبة 38.3%، ثم كلية العلوم ب 9.16. أما بالنسبة للاختلافات المسجلة في نسب التفاعل حسب طبيعة الكليات، فيعز أولا لعوامل ذاتية مرتبطة باستثمار على. دكتورة معليش في دقيقتين، إذا كان في ملخص حول النقاط الأخيرة ما هي في دقيقتين دكتورة، الوقت يداهم. أمر لي العوائق يعني عوائق التجربة لي. نعم نعم. عوائق تجربة التعليم عن بعد، يعني هناك معوقات تواصلية، فمنها ما هو مرتبط بالأساتذة ومنها ما هو مرتبط بالطلبة، وتهم أساسا ضعف استجابة الطلبة وعدم تفاعلهم الإيجابي مع تجربة التعليم عن بعد، ومرد ذلك إلى ضعف تمكنهم من وسائل التواصل الحديثة وعدم توفر عدد كبير منهم، خاصة في السكنات القروية يعني كما نقولوا القصور إلى آخره، والعائلات الفقيرة الأسر الفقيرة على وسائل التواصل والإمكانيات من أجل مواصلة التعلم. أما فيما يخص المثبطات المرتبطة بالأساتذة، فتكمن أساسا في ضعف مستوى التمكن من وسائل التواصل الحديثة وغياب دورات التكوين المستمر في التقنيات. نعم دكتورة. الحديثة والتي من شأنها التمكين اكتساب المهارات التواصلية الحديثة بشكل سريع، كما أن غياب نعم أستاذ. واصلي دكتورة. واصلي الصوت مسموع أستاذ. مسموع مسموع. نعم واصلي أستاذ. واصل مسموع. نعم. مسموع دكتورة. نعم نعم. من بين المعوقات التقنية ترتبط بضعف أو غياب الربط بشبكة الإنترنت، خاصة في المناطق المنعزلة والنائية بشكل عام، وهو معوق واجه الطلبة والأساتذة القاطنين بالقرى كما قلت في القرى، كما أن ضعف صبيب الإنترنت سواء بالمدن أو الأرياف كان من بين أهم التحديات التي عرقلت نجاح عملية التعليم عن بعد في زمن الجائحة. يزيد عن ذلك صعوبة الولوج للمنصات الرقمية والأقسام الافتراضية التي أحدثت لهذا الغرض نتيجة ضعف شبكة الإنترنت أو
المتزايد عليها وعدم التمكن من الخطوات التقنية التي تمكن من الولوج إليها، خاصة أن استعمالها حديث من المنظومة التعليمية وتم تنزيلها دون أي تكوين مسبق، بالإضافة إلى كون عدد كبير من الطلبة خاصة من الطلبة يعني الإمكانيات المادية محدودة لا يمتلكون الأجهزة الإلكترونية التي تمكنهم من متابعة تعليمهم على غرار باقي زملائهم. من بين المعوقات البيداغوجية ارتبطت أساسا بالتوقف المفاجئ للدروس الحضورية وما لحق ذلك من نقاش داخل أوساط المنظومة حول كيفية استكمال السنة الجامعية بالإضافة إلى سرعة تنزيل تجربة التعليم عن بعد وبدون أدنى تخطيط مسبق، خاصة وأن الجامعة الجزائرية لم تألف هذا النوع من التعليم. أو على أما على مستوى الأطر التعليمية فالمعوقات البيداغوجية عديدة منها على الخصوص تغير طرق وأساليب ومنهج التدريس التي كان سائدة. من دقيقة إن شاء الله، دقيقة واحدة. الوقت أستاذ، الوقت دقيقة أستاذ، دقيقة واحدة، لكن فيه شيء خلاصة وتوصيات من إيجابيات التعليم عن بعد. بعد ظهور فيروس كورونا المستجد بالجزائر واتخاذ الدولة للمجموعة من هذه التدابير الاحترازية كما قلنا من قبل، هناك عدة إيجابيات. يعني ساهمت هذه التجربة في فتح نقاش عمومي وتشخيص واقع للجامعة الجزائرية واقتراح مجموعة من البدائل والتعديلات القائمة على الرقمنة عبر دمج الموارد الرقمية في المناهج التعليمية والاستثمار في العنصر البشري من خلال الرفع من مهارات الأطقم التعليمية لبناء جامعة ذكية وتعليم مرن. كما صرح العديد من الأساتذة أنهم استفادوا من المواقع التعليمية المفتوحة خلال فترة التعليم عن بعد لتنمية الجانب العلمي والمهاراتي، مما مكنه من ضبط مختلف منصات التعليم عن بعد، بالإضافة إلى الاستفادة من مكتبات دولية إلكترونية أتاحت إمكانية الولوج إلى مواقعها وتحميل الكتب والمقالات ودراسة الأبحاث إلى آخره العلمية التي لها علاقة بالمقاييس الدراسية وإنجاز أبحاثهم ودراساتهم. في الأخير هناك بعض التوصيات يعني قدم لهذا الموضوع. أي مشروع بين أهم التوصيات، أي مشروع مستقبلي لمؤسسة وتقعيد التعليم عن بعد يجب أن يتم في إطار شمولي ومقاربة تشاركية حقيقية تفضي إلى مراجعة أسس السياسة التعليمية. ثانيا، نشر ثقافة التعليم عن بعد والتكوين الذاتي سواء للأساتذة أو الطلبة من أجل انخراط فاعل ومبدع للفعل التعليمي. خلق منصات للتعليم عن بعد حديثة ومرنة وسهلة الاستعمال بعيدا عن كل التعقيدات التقنية. تسجيل الدروس في ملفات ومقاطع رقمية ووضعها حسب الجدول الزمني للطلبة على المنصات الخاصة بكل أستاذ لتجنب الضغط على شبكة الإنترنت. دكتورة بركنة نستسمحك الوقت يداهمنا. نعم أنت مشكورة على هذه المداخلة. دكتورة بركنة نستسمحك الوقت يداهمنا. نعم شكرا. شكرا دكتورة، إن شاء الله مشكورة على هذه المداخلة القيمة التي تدور حول تقييم هيئة التدريس بالجامعة الجزائرية لتدريس بتجربة التعليم عن بعد في ظل انتشار فيروس كورونا، الإمكانيات والمعوقات، دراسة ميدانية من على أساتذة من جامعة أدران اللي هي عين تدور حول 45 أستاذ من جامعة أدرار ومدى تطبيقها أو نجاحها على التعليم عن بعد لدى الطلاب. أنت مشكورة على هذا. الآن إذا كان فيه متدخل هشام عبد الوافي أو زهرة فيجل أو متدخل آخر، إذا كان فيه دكتور. نعم دكتور، يوجد متدخلة أستاذة حياة بن مخلوف. هل أنت معنا أستاذة حياة بن مخلوف؟ حياة المخلوق هي من الجلسة 22 تخلفت على إقامتها، بنحوها فرصة في هذه الجلسة. حياة المخلوق هل أنت معنا؟ حياة المخلوق يوجد متدخلة أيضا من الجلسة 19. أستاذ أحمد من الجلسة 19 أو من الجلسة 21 دكتورة صالحة محمدي. أنت متواجدة معنا؟ صالحة محمدي موجودة. تفضل سميحة. نعم. محمدي.
تفضلي تفضلي معنا مشكورة، مرحبا بك صليحة محمد. شكرا شكرا. صليحة محمد وآسيا بالخير حول مداخلة تدور حول التعليم عن بعد في أوغندا، الفرص والتحديات. نعم تفضلي مشكورة دكتورة، في حدود 10 دقائق إن شاء الله إحنا في الامتداد في الاستماع إليك إن شاء الله. شكرا شكرا جزاك الله خيرا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. لدينا مداخلة مشتركة بيني يوسف وبين يوسف يوسف أحمد أغلق نعم واصلت. بيني وبين الدكتورة آسيا بالخير جامعة جالما، وأنا الأستاذة محمدي صليحة جامعة باتنا واحد قسم العلوم السياسية. مداخلة موسومة بالتعليم عن بعد في أوغندا، الفرص والتحديات. أولاً، أنه أدى التطور السريع لوسائل الاتصال الحديثة في خلق ظواهر جديدة كالاتصالات عن بعد، وهذا ما زاد من أهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة، وساعد على رواج استخدامها في العملية التعليمية، ويشكل حافز إلى تطوير وتغيير في سياسات التعليم في الدول الإفريقية. ونتيجة لذلك بدأت عمليات تعليم واكتساب المهارات الجديدة في أوغندا تفرض نفسها على النظم التعليمية التقليدية، التي أصبحت من الضروري أن تقدم نهجا تعليميا يستخدم التقنيات والتكنولوجيات الحديثة. فكان التعليم عن بعد السبيل الذي يمكن أن يعد تأهيل في المجالات المختلفة ومجابهة التحولات والتغيرات الراهنة. وفي ظل البحث عن البديل للتواصل والتفاعل بين المعلم والمتعلم في جمهورية أوغندا، فإنه يمكن استعاضة بنظام التعليم عن بعد ما له من دور هام ومحوري لاستمرار العملية التعليمية في كل الظروف. وتحاول هذه الورقة البحثية معالجة الإشكالية الرئيسية لفادها، ما هو واقع التعليم عن بعد في جمهورية أوغندا وما هي تحديات استخدامه. وتتفرع هذه الإشكالية الرئيسية إلى تساؤلات فرعية: ما المقصود بالتعليم عن بعد؟ ما هي وسائله وما هي مزاياه وعيوبه؟ ما هي إمكانيات وأدوات التعليم عن بعد في جمهورية أوغندا؟ وما هي تحديات وآفاق التعليم عن بعد في أوغندا؟ ودراسة كان هيكل الدراسة في 3 محاور فضلا عن مقدمة وخاتمة، حيث تناول المحور الأول التعليم عن بعد إطار مفاهيمي. أما المحور الثاني فتناول التعليم عن بعد في أوغندا واقع التعليم وفرصه، والمحور الثالث تم تخصيصه لتحديات وآفاق التعليم عن بعد في أوغندا. أولا نبدأ بما أنه المحور الأول تم تناوله في المداخلات السابقة، فنمر مباشرة إلى المحور الثاني اللي هو التعليم في أوغندا الواقع والفرص. أولا احنا نبدأ بعرض إمكانيات وأدوات التعليم عن بعد في أوغندا، حيث أن جمهورية أوغندا تبنت نظام التعليم عن بعد منذ 70s، حيث استخدمت مجموعة من الوسائط والأدوات المختلفة، خاصة منها الوسائل السمعية والسمعية البصرية. وتشير الإحصائيات أن الراديو هو السمة المركزية في الحياة الوطنية بعد 28 عام من ظهور البث FM الخاص وتغيير المجتمع الأوغندي، وهناك 292 محطة هي مرخصة في أوغندا، وتنتشر المحطات الراديو في جميع أنحاء البلاد، وحتى معظم القرى والمناطق الريفية بها على الأقل محطتين. وحسب الإحصائيات المسح الوطني للتكنولوجيا المعلومات لعام 2017-2018، أن 65.3% من الأسر الأوغندية تملك راديو، و 21.8% من الأسر تملك جهاز تلفزيوني، و 5.9% لديها جهاز كمبيوتر في المنزل، و 10.8% من الأسر تمتلك هاتفا منزليا، في حين أنه 10.8% من جميع الأسر لديها عضوا على الأقل لديه إمكانية الوصول إلى الإنترنت، وأن 70.9% من جميع الأفراد يمتلكون هاتفا محمولا. ووفقا لما أدلت به لجنة الاتصالات الأوغندية، هناك 939 محطة تلفزيونية عامة و7 مزودي خدمة تلفزيونية مدفوعة،
من بين 7 محطات تلفزيونية مدفوعة 4 بس منها يستخدم بالقمر الصناعي، وأرضيتين رقميتين واحدة تستخدم الكابل كأسلوب البث فقط. وقد أحدث أيضا إدخال هاتف خلوي أو الهاتف محمول ثورة في صناعة اتصالات سلكية ولاسلكية في أوغندا منذ بدء تشغيل الشبكة الأولى في عام 1995 مع اثنين آخرين في عام 1992 و2001، ونسبة انتشار الهاتف المحمول بنسبة 63%. ووجد المسح أيضا الوطني لتكنولوجيا المعلومات أنه على مستوى الفرد يمتلك كما قلنا سابقا 70.9% من أفراد جهاز المحمول. ومن بين هذا العدد نجد أن 16% يمتلكون هاتفا ذكيا، وبالتالي أنه المجتمع الأوغندي كما أيضا هناك سمة للمجتمع الأوغندي كما تشير أشار البنك الدولي ومنظمة يونيسيف في عام 2009 بأنه المجتمع الأوغندي أيضا يمتاز بالخصائص التالية، أنه أن نسبة الشباب الذي يقل عمرهم عن 15 سنة هو من أكثر السكان، وتحتل أيضا دولة أوغندا رتبة 157 من بين أصل 182 دولة على مؤشر التنمية البشرية، كما تحتل مرتبة 91 من أصل 135 دولة على مؤشر الفقر البشري. كما أن المجتمع الأوغندي توجد فيه ارتفاع نسبة الوفيات بسبب سوء الظروف الصحية ونقص التمويل لتحسين الخدمات الصحية. يعيش نسبة 38% من سكان تحت خط الفقر الوطني. ومعدل معرفة القراءة والكتابة للبالغين هو 74%، نسبة 74%. على 86% في المناطق الحضرية و 66% هو في المناطق الريفية. وتعطي الحكومة الأوغندية أهمية للقطاع التعليم من خلال زيادة الإنفاق في هذا القطاع، حيث أن الذين يرغبون أنه الآن في مؤسسات التعليم غير قادرة على قبول، غير أن المؤسسة التعليم العالي في أوغندا غير قادرة على قبول جميع خريج المدارس الثانوية، والذين يرغبون في التسجيل حيث يتراوحون ما بين 9000 إلى 12000 طالب مؤهلين للتعليم العالي، ولكن يتم القبول منهم فقط 25% في كلية الجامعات، مما أدى إلى ارتفاع نسبة التسجيل في مؤسسات التعليم العالي إلى 90% خلال السنوات العشر الماضية. دكتورة بعيد الهاتف، في هناك صوت غير واضح. بعيد الهاتف عن... لا إذا هناك أحد الحاضرين كان مايكو مفتوح، أنا أظن حياة ولا كسرت العشر الماضي مقابل زيادة بنسبة 1.8% في عدد مؤسسات التعليم العالي خلال نفس الفترة. كما يسمح الهاتف المحمول بالتفاعل مع الظروف البث، وأن أوغندا استخدمت الراديو والتلفاز أكثر وسيلة للتعليم عن بعد. وتستخدم ايضا الهاتف المحمول هواتف المحموله في مع بالتفاعل مع دروس البث، ولديها القدره على توسيع حدود المحتوى من خلال تفاعل اكبر. فمثلا بعد الاغلاق المفاجئ للمدارس اثناء فيروس كورونا، استخدم المعلمون على نطاق واسع تطبيقات الهاتف المحمول مثل واتساب فيسبوك الى غير ذلك لمواصله واستمرار تقديم الدروس للمتعلمين، وتوفير تفاعل من خلال طرح الأسئلة وتلقي محتوى الدروس وردود الفعل. غير أن هذه استخدامات وسائل الاتصال والتكنولوجيا الحديثة في تلبية احتياجات متعلمين عبر الحدود العابرة للحدود الزمنية والمكانية، فإن غير أن المجتمع الأوغندي قد صادفه العديد من التحديات، وهو يعمل جاهدا من أجل مواجهتها وتطوير العملية التعليمية، وعليه يمكن إبراز في هذا العنصر تحديات وآفاق التعليم عن بعد في أوغندا. تحديات حيث أنها تمثل في تحديات البنية التحتية للتعليم، أيضا تحديات تمثلت في نظرة سيئة للتعليم عن بعد لدى المجتمع الأوغندي، ونقص الخبرة لدى العاملين في قطاع التعليم عن بعد. أما الآفاق فأنه نجد أن الحكومة الأوغندية لتعزيز التعليم عن بعد من خلال التوصل إلى مذكرة تفاهم مع القطاع الخاص لإنشاء مراكز وموارد حديثة،
كما تسعى ايضا انذار التعليم والرياضه في اوغندا لتدريب المعلمين على اكتساب مهارات تعليميه بوتيره حياتيه لدعم استمرار التعلم، وهذا يعني الابتعاد عن طرق التدريس التقليديه واستخدام التكنولوجيا واحتضان استخدام التكنولوجيا، وهذا ما تم تدعيمه من طرف شركه انبال. ايضا انه نفذت وزاره التكنولوجيا المعلوماتيه والاتصال والارشاد الوطني من خلال الهيئه الوطنيه لتكنولوجيا المعلومات في اوغندا مشروع البنيه التحتيه الاساسيه لنقل بيانات. دقيقه دكتوره، في دقيقه الا في الشيخات الخلاصه الاخيره في دقيقه. نعم يا دكتور. نعم نعم. للحكومه الالكترونيه الحكومه من اجل ربط جميع المدن الرئيسيه بشبكه قائمه على كابلات الالياف الضوئيه. واخيرا توصلنا لمجموعه من الاستنتاجات، أنه نجاح التعليم عن بعد في أوغندا يعرقله ضعف البنية التحتية والتكلفة العالية بالنسبة للتعليم والمناهج الدراسية الغير مناسبة وقلة الخبرة إلى غير ذلك. رغم استخدام التكنولوجيا المعلوماتية يساهم في سد المسافة الزمنية والمكانية بين المتعلمين والبيئة التعليمية خاصة بهم، إلا أن استخدام المتزايد للتكنولوجيا التعليم في أوغندا يزيد من تفاقم التحديات القائمة. ايضا انه انخفاض انتشار شبكات الانترنت في اوغندا وارتفاع تكاليف الوصول اليها واتصال الانترنت والخدمات الكهربائيه ذات الرادعه او الغير موثوقه، حيث انه الكهرباء يشهد انقطاع وغير ممكن تواجد كهرباء في اوغندا لمده 24 ساعه. وبناء على هذه النتائج ممكن طرح مجموعه من التوصيات، ثلاثه توصيات، وهي يجب على الحكومه الاوغنديه اعطاء الاولويه للبنية التحتية التعليمية بما في ذلك تشييد المباني التعليمية وإنشاء شبكة كهربائية موثوقة وزيادة الوصول إلى الشبكة وتوفير تدفق الإنترنت واسع النطاق وتسهيل استيراد معدلات الاتصالات السلكية واللاسلكية. أيضا يجب معالجة المواقف الضعيفة لدى الطلاب تجاه التعليم عن بعد عن طريق التوعية والتوجيه وتوفير مجموعة الأدوات التي تساعد المستخدمين على الدراسة عن بعد. وأيضا يجب أن يتلقى العاملين دكتور الوقت يداهمنا ولدينا مداخلة أخرى. نعم شكرا دكتور. دكتورة معذرة على الإطالة. شكرا لكم كما لا يفوتني بتقديم تشكراتي لجميع القائمين على هذا الملتقى وبركت جهودهم وفي ميزان حسناتهم إن شاء الله. شكرا لكم دكتور. نعم الشكر موصول للدكتورة دليل سميحة على هذه المجهودات القيمة في هذا الملتقى، ونشكر الدكتورة على هذه المداخلة التي تعتبر ليس فقط عن التعليم في أوغندا وإنما حول التنمية والإمكانيات البشرية المتوفرة في أوغندا، لهذه ساعدت على أن يكون هناك تعليم جاد في هذه المؤسسات. والآن يتفضل معنا الدكتور بشير جريدي لفيشي مداخلة ولا ماذا يا أستاذ؟ دكتور بشير هل عندك اضافات ام ماذا يا استاذ دكتور؟ انت فاتح المايك. نعم نعم. الان ننتقل الى موجوده هي حياه خليفي. ايضا حياه خليفي مرحبا، انت تفضل. مشكوره دكتوره. دكتورة حياة بن مخلوف تتفضل بمداخلة حول التعليم عن بعد تجربة الجامعات السعودية الإلكترونية من جامعة جيجل، تفضل. مشكورة حياة خليفي. أستاذة حياة بن مخلوف تفضلي. الدكتورة حياة بن مخلوف هل تسمعني؟ حياة بن مخلوف هي تكسب في الدردشة، نحن لا نسمعك بن مخلوف. نحن لا نسمعك، لربما هناك خلل من عندك أستاذة. غير مسموع. نعم غير مسموع. غير مسموع يا دكتورة، غير مسموع.
بالمخلوف ريتما تصلحين الخلل. ما رأيك؟ معلش وقفي عودي أعيد الاتصال ممكن مرة ثانية. أعيد الاتصال يا دكتورة مخلوف. نعم قطع الاتصال ثم أعيدي مرة ثانية ممكن يكون فيه إن شاء الله إجابة. دكتورة مخلوف إذا كنت تسمعيني بصفة عامة قطع الاتصال ثم أعيد الاتصال إن شاء الله يكون فيه. أستاذ نعم إذا كان أستاذ كتفي أستاذ كتفي صح. إذا كان موجود نعم المداخلة الأخير نعم المداخلة الأولى غير كتفي إذا كان موجود. دكتور علي السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. رجاء يعني عندنا واحد الالتزاماتك عارف الأطفال يخرجوا على الساعة الواحدة أرجو يعني أنكم تأخذوا بالاعتبار هذا المشكلة على الوقت ونبدأ في الجلسة إذا بغيتوا بعد إذنكم يعني. نعم أكيد مع الدكتورة دليل إلى فيه شيء أستاذ دليل عندي واحد السؤال الدكتورة أمل البدوي إذا بغيتي من فضلك معيش. نعم نفتح باب النقاش ريتما ريتما تصلح نحلق المشكل. بارك الله فيك دكتور. فقط هشام عبد الوافي وكتفي عزوز اللي لم يقوم بتدخلهم في المداخلة تاعي. لا انا عندي سؤال للدكتوره امل بدو تاع الامارات. نعم مرحبا الله يسلمك دكتوره امل بدو تسمعينني؟ بدو نعم الو تفضل نعم. استاذ دكتور امل بدو خرجت من ليست معنا حاليا. انا كنت نشوفها الان حاليا غادرت الملتقى ممكن اي صحيح. اذا احتفظ بالسؤال شكرا دكتور بارك الله فيك. معليش راح اخلي السؤال عند الدكتوره دليل سميحه ممكن تبلغه ممكن يجي على قد لك اجابه ولا حاجه ممكن يا دكتور. نعم اذا الدكتوره دليل هي حكت على فعاليه التعليم في جامعه الامارات وكان مداخله يعني الاستاذه في من جامعه المدرسه العليا الاساتذه في رقم 21 واللي حكت على تجربه حمدان بن محمد في جامعه الامارات. يعني نحن نريد ان نستفيد من تجربه التقدم التكنولوجي او التقدم في مجال الذكاء الصناعي او الذكاء في مجال التعليم عن بعد في تلك الجامعه. يعني نتمنى ان يعيدوا لنا او ان يخبرونا ما هي أهم العوامل التي أدت إلى يعني التقدم الرهيب جدا في تلك الجامعات. هل يرجع إلى يعني طبيعة المنظومة أو اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة وتمويلها بشكل كبير وتقديمها لأموال ضخمة للجامعات من أجل التطور، أم أنه تم الاستعانة بخبرات أجنبية كما هو الحال في مجال صناعة المال والأعمال اللي هو مجال البورصات وإدارة البورصات؟ يعني دولة الإمارات معروفة أنها تستعين بخبراء أجانب من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة من أجل إدارة البورصات. هل بنفس النسق تقوم في بنفس النسق وبنفس يعني الآلية تعتمد على الخبرات الأجنبية من أجل النهوض بقطاع التعليم والتعليم عن بعد، أم أنه هنالك يعني أسباب أخرى نتمنى من الدكتورة أنها تجيبنا عليها؟ وشكرا وبارك الله فيك دكتورة. بارك الله فيك دكتور علي. شكرا. إن شاء الله سنوصل انشغالك أستاذ، وإذا كان عندك فقط وقت كتابته فقط في الدردشة إن شاء الله سوف أكتبه إن شاء الله. نعم شكرا شكرا. أحيل لك الكلمة دكتور بوزيد. أستاذ قد التحقت بنا دكتورة مخلوف. دكتورة مخلوف. دكتورة بن مخلوف مرحبا، هل تسمعينني يا دكتورة؟ دكتورة بن مخلوف تفضلي مرحبا. أظن نفس المشكلة يا دكتورة دليل. نعم إذا ننتقل إلى المناقشة. نعم المناقشة أو إضافات نحن في خمس دقائق فقط حتى نقع جلسة هذا الرابط وننتقل إلى الرابط الأساسي. شكرا دكتورة إن شاء الله تفضلوا في دكاترة إلى في شيء إضافات أو تساؤلات أو ما إلى ذلك فتفضلوا مشكورين. السلام عليكم. لا
نعم السلام سليماني عثماني سليماني نعم سليماني عبد الوهاب تفضل. بسم الله الرحيم. نشكر الأستاذ على إدارته لهذه الجلسة اللي كانت إدارة جيدة وفعالة، كما نشكر الأستاذ رئيس الجلسات الأستاذ الدكتورة دليل. أريد تنويه فقط على التساؤل حول أهمية الإرادة السياسية الحقيقية للرقي بالتعليم عن بعد. حسب رأيي المتواضع أنه من أهم أسباب عدم مواكبة الجامعات الجزائرية لهذه التكنولوجيا الحديثة. للأسف احنا تأخرنا كثير على هذا الركض على غرار دول عربية رائدة في هذا المجال كدولة قطر، دولة الأردن، ودول شرق آسيا كماليزيا وإندونيسيا، لأن هذه الدول طورت منظومتها التعليمية بناء على اهتمامات دولها بشكل جدي. احنا يا المشكلة كاين القوانين، كاين ترسانة من القوانين التعليمات، لكن نفيد تظل حبر عن ورق، ما نش عارفين الأسباب الحقيقية حول عدم جديتنا في مواكبة هذه التكنولوجيا. وشكرا شكرا دكتورنا سليمان. إن شاء الله إلى فيه شيء دكتور شعر في الاقتصاد، إلى فيه شيء إجابات سيد دكتورنا بشير ولا أستاذ حمزة إن شاء الله حول إجابة حول السؤال تاع دكتورنا. تفضلوا إلى فيه شيء إضافات حول هذا الموضوع بصفة عامة، مرحبا بكم، وإلا سوف نحيل الكلمة للأستاذة الدكتورة دليل سميحة. نعم دكتور علي، نعم فقط للتنويه والإضافة، يعني وإجابة وإضافة لما تفضل به الدكتور عبد الوهاب سليماني. حقيقة هنالك يعني إرادة سياسية، منصات الموديل الإيلرنينج، تدفق الإنترنت، يعني أنا حكيت عليها في التوصيات أنه الحي الجامعي هنا للأساتذة، ويعني تم تزويده مؤخرا بالألياف البصرية، يعني وهو شيء يعني يدل على أن وجود نوع من الإرادة السياسية للنهوض بالتعليم عن التعليم عن بعد هنا في الجزائر وفي الجنوب خصوصا. كذلك ما يخفاش عليكم باللي يعني الجامعة يعني كل سنة وهي يعني تقوم بإعادة تقييم بشكل ذاتي لمخرجات عملية التعليم وكذلك عملية المعالجة ويعني حتى المخرجات، ولكن لا يخفى على أي عملية حتى في الدول المتطورة وجود بعض النقائص. تلك النقائص أكيد يجب علينا إظهارها نحن كأساتذة، وكذلك من خلال الطلبة، يعني نحتاج كذلك الطلبة، لأنهم الطلبة لو كانوا ما شكاوش وقالوش وش هي المشاكل. يعني أنا كأستاذ لما دخلت المنصة وقمت بتقييمها اكتشفت بعض الأخطاء، دوك الطلبة يدخلوا يكتشفوا ديك الأخطاء ما يبلغوش بها حتى الإدارة. أنت كرئيس قسم يا دكتور علي المفروض يجوك الطلبة يقولوا أنا ما لقيناش المادة العلمية، لقينا الأستاذ مسجل غير الاسم نتاعو، ما لقيناش داير الحوامل المعرفية، ماهوش داير، يعني الطلبة ما يجوكش. وبالتالي يعني نرجو تطوير آلية كما في التعليم الكلاسيكي، هنالك المجالس البيداغوجية اللي سي بيداغوجيك، هذوك المجالس البيداغوجيه يحكوا فيها الطلبه كل اشكالياتهم وانشغالاتهم حتى الاساتذه. ولكن حنا نتمنى تكون اليه للرقابه الكترونيه، بمعنى ان الطلبه هما اللي يخبرونا بالنقائص. واتمنى ان يكون وفيت، وشكرا على الوقت المتاح وبارك الله فيك. شكرا دكتورنا حمزه بن سويسي على هذه الاضافات حول التساؤل الذي طرح عليه السؤال سليماني عبد الوهاب. والان ممكن إذا كان فيه دكتورة مخلوف، نعم أستاذ، هو كما أشار الأستاذ حمزة وأستاذ سليماني، هو ما ينقصنا يعني سواء كان في التعليم الإلكتروني أو في التعليم الحضوري هو الحوار. الإشكال أنه نحن ننتقد ولكن نبقي انشغالاتنا على مستوانا، ويستحيل أن يثير الانشغال إذا بقيت على مستواك. نحن بالانتقاد أكيد أنه واحد كي ينتقد راح يوصل للمسؤول، يعني ما نبقاش نتهمه فقط الإدارة، المشكل كذلك راه فينا احنا يا كأشخاص كأساتذة. يعني احنا يا عارفين المشكل تاع التواصل. على سبيل المثال احنا يا في هاد اليومين جمعتنا مراحل والأستاذ حاول انهم يتواصلوا وكان المشكل التقني. اول شيء الإشكال اللي لقيناه ككل انه ضعف نتاع التكوين نتاع الأستاذ. يعني انا ما نلومش الطالب اذا كان الأستاذ في حد ذاته اللي راه عنده سنوات هو في البحث العلمي عنده مشكل تاع التواصل، ليس بعذر انه يقول لك الاستاذ انا مانيش موظف نخدم بالميكرو. حنايا ما هو معروف على كل باحث انه طيله التكوين تاعو يستعمل الحاسوب،
على طريق الكومنتاري يستعمل الانترنت. يعني كيف الشيء واحد يقدر يقول لك باحث اذا كان لا يتقن التكنولوجيا؟ يعني العذر الاساتذه او الباحثين انهم لا يتقنون التكنولوجيا ليس بعذر. يعني يبقى الاستاذ هو بالخيار، بالخيار نتاعو انه يكون نفسه، لانك انت باحث او يبقى على حد ذاته. نعم مسؤوليتك كاستاذ، لانه في الاداره الجامعيه نحن كلنا نمثل الاداره، وكلنا نمثل البحث العلمي، وكلنا نمثل الجامعه. لهذا المفروض اننا نتعاون. يوجد اساتذه اللي عندهم تكوين، ليس بعيب انه واحد يكون عنده خبره اقل، ولكن ليس عذر انك لا تعرف شيء في البحث العلمي، في التعليم عن في التعليم عن بعد او المحاوله التعليم الالكتروني. التعليم الالكتروني نعم، ان شاء الله ما نكونش اثقلت عليكم. والله دكتوره واضحه الفكره ان شاء الله. هذه مشكله تعاني منها بصفه عامه مجمل الاقسام في جامعتنا، وهي قضيه طريقه الحوار التي اشرت اليها يا دكتورنا ودكتوره بصفه عامه. ونتمنى ان تكون وصلت الفكره للاستاذ سليماني والاستاذ حمزه وكل المنشغلين بهذا الموضوع. والآن فيش دكتورة لك أن تحل الكلمة في هناك سعيدي. نعم نعم دكتور سعيدي عمان. شكرا أستاذ، وطبعا أشكرك على المجهودات الجبارة اللي تقوم بها أنت والأستاذة دليل والدكتورة دليل. فقط أنا لدي ملاحظة في تدخل الأستاذة من الإمارات العربية، هي أشارت في حقيقة الأمر إلى جملة من الممارسات نحن بحاجة إليها هنا في الجزائر. من ضمن ما لفت انتباهي هو قضية التعليم المعكوس، أو كما سمته هي التعليم المقلوب. نعم، هو في حقيقة الأمر هي هذه التقنية أو هذه الأداة هي عندها كفاءة وفعالية كبيرة، لكن استعمالاتها وممارستها مختلفة، هي تعرف اختلاف كبير بين الدول اللي يستعملوها. أنا يا حبذا لو كانت الأستاذة هنا تعطينا ما هي الممارسة اللي يقوموا بها بهذه التقنية أو هذه النموذج في طريقة التعامل مع الطلبة وفقط. شكرا. شكرا دكتورنا. الان الكلمه للاستاذ دكتوره دليل سميحه، الى فيه شيء اضافات استاذ لك كلمه تغلقي الجلسه؟ استاذ مخلوف اذا كان ممكن فقط نضيف فقط الدكتوره استاذ مخلوف ممكن يلتحق دكتوره ممكن مانيش عارف. نعم صوره واضحه استاذ مخلوف. مرحبا بك دكتوره. تعاني نفس المشكلة أستاذ. نفس المشكلة. تعاني من نفس المشكل. فقط لكي نفيد ما دمنا نحن في جلسة علمية أفيدكم في شيء، أنهم يوجد ما هو باختبارات تفاعلية، والحقيقة يعني في المشرق العربي يقومون بدورات عن بعد حول الاختبارات التفاعلية في تستعمل في التقييم عن بعد، ولكن للأسف هنا في الجزائر هي موجودة للأساتذة الجدد. يعني فقط أدعو الأساتذة اللي راهم عندهم يعني تثبيت قبل 5 سنوات أنهم يتواصلوا مع الأساتذة الجدد، فلهم تكوين خاص في تصميم الاختبارات التفاعلية، وهو مهم جدا جدا لتقييم الطلبة. يعني أنا أستمع من البارحة إلى اليوم الكثير من الأساتذة يطرح إشكالية التقييم، أنه استحالة التقييم، ولكن أقول أنه هناك تقييم اسمه التقييم التفاعلي أو تصميم الاختبارات التفاعلية يمكن أن نستفيد منه بشكل كبير في التعليم عن بعد. إذا كان هناك سؤال دكتورة دليل. نعم. يعني واحد نقطة مهمة جدا أريد أن أثير النقاش حولها، وهي دكتور سعيدي معليش أغلق المايك دكتور سعيدي. نعم دكتور علي. نعم أستاذ تفضل دكتور. وواصلت سي استاذ حمزه الا استاذ برك سعيد دكتور. السرقه العلميه ما يخفاش عليكم باللي حنايا كنا نلقي المحاضرات نتاعنا لسنوات عديده، وهذه السنه استثناء رانا قمنا بتسجيل محاضره او كتابه محاضرات ووضعها على مستوى المنصه. ما ترناش النقاش حول اليه حمايه تلك يعني المعارف او تلك المجهودات الجباره اللي بذلها الاستاذ، يعني يعتبر كخليه كنحله
من بستان الى بستان ويجيب المعرفه منا ومن هذا الكتاب وكذا، ويقوم باستخلاص مجموعه من الدروس التي ترقى انها تكون مطبوعه الى المطبوعات العلميه. دونك هذه المطبوعات وضعناها. لكن يا دكتورنا في الدروس التي توضع في المنصات تكون على لا تكون مثل بصفه عامه بكميه الهائل، وانما تكون كنقاط للطالب ممكن يرجع لها. وعلى الأستاذ أن لا يترك بصفة عامة تهميش. في بعض المرات احنا أشرنا بأن يترك أن يدع الأستاذ المحاضرات بدون تهميش. لا ما فهمتش أستاذ. المحاضرة نتاعي المحاضرة رقم 1 و2 و3 و4 ولا مجموعة من المحاضرات اللي ممكن ترقى أنها تكون 70-80 صفحة مطبوعة، ويجي شخص آخر من جامعة أخرى أو من أنحاء العالم يستوعب. وتيرس النقطة هذه البارحة في مداخلة حول الميتوية الفكرية في دينا دكتورة الله يبارك فيك في دينا. نعم، ممكن لأي أستاذ أن يتواصل مع الملكية الفكرية، يقدم يعني يحصل على الملكية الفكرية على محاضراته سواء كانت إلكترونية أو كانت ورقية. يعني هذا المشكل، هذا يعني غير مطروح أستاذ، يعني حاول فقط هو واحد ما عندهش المعلومة ممكن عنده إشكال، ولكن ممكن أي أستاذ أن يحتفظ بالملكية الفكرية لمحاضراته. ممتاز بارك الله فيك أستاذ. يعني كل مجموعة منهم نعم قبل وضعها في على مستوى المنصة نجيب عن الملكية الفكرية، يعني قادر انه اي واحد يسبقك ياخذ الملكيه الفكريه عنها. نعم بصح هذا ما تبانش لي العمليه معقده شويه، انك كل يعني كل مقياس تديري فيه مجموعه من المحاضرات تروح تتصلي بالملكيه الفكريه في الجزائر العاصمه باش يعطوك يعني حقوق الملكيه الفكريه، حقوق الماده العلميه اللي راكي اضعتيها في المنصه. استاذ حمزه نعم. أنصحك الزميلة فقط أنه هنا مدام عندك راح تدير مجموعة من المحاضرات في مقياس، نكون نعم. على شكل مطبوعة وديرها في اللجنة، تكتبها في اللجنة العلمية والمجلس العلمي. والله بارك الله فيك يا دكتورة دليل. والله وكأن أستاذ حمزة، معليش أستاذ حمزة. نعم أستاذ الدكتور، دكتور محمد. نعم أستاذ حمزة، أضيفك على يعني على تدخلك إذا سمحت لي أستاذ دليل. فيما يخص هذا الموضوع الذي تناولته، وتكلمت أستاذة دليل حول الملكية الفكرية وما إلى ذلك، في الحقيقة هذا الموضوع هو موضوع شائك، لأنه بالأمس كنا تكلمنا عن الملكية الفكرية، وأيضا تكلم الأستاذ زايدي حول النزاهة العلمية. في الحقيقة هذا الموضوع هو إلى يومنا هذا يعتبر موضوع شائك حتى بالنسبة للغرب، حتى بالنسبة للغرب. وكما يحضرني الآن مقولة للفيلسوف بيتر أبلار الذي يقول، هذه مقولة عالمية مشهورة، يقول العلم من دون ضمير هو موت الروح. العلم من دون ضمير هو موت الروح، هو موج الروح، هو موت الروح، موت الروح، موت الروح. نعم، العلم من دون ضمير هو موت الروح، يعني في أكيد يعني خلاص القول هو أنه في الأخير تبقى أمور ضمير أخلاقية، يعني أخلاقيات المهنة بصفة عامة. بارك الله فيك دكتور محمد. أمين. شكرا دكتور محمد. أمين. ولو أنه أنا أتمم كلام دكتورة دليل، حقيقة أعطتني واحد الحل أنا كنت بدي فيه، يعني وحقيقة عندي مقياس أسواق المالية الدولية في كلية الاقتصاد، وحقيقة يعني والله صدقوني كل ما بديت في المحاضرات بديت نجمعها بشكل مطبوعة، ويعني ما كانتش عندي يعني طموح أني ندير مطبوعة، كنت فاشل مني خارج من التعليم الجامعي ولا غير ذلك، وكنت نخمم في ملف البروفيسورة، ولكن بمجرد ما بديت جاتني الفكرة وجاتني حتى الطموح، يعني كهذه الآلية وكأنها الجانب الإيجابي تاعها شجعني باش ندير. قلت انا باش نحمي نفسي اولا، نحمي محاضرتي، وهي الملاحظه اللي قالتها الدكتوره دليل، ونحطها في المجلس العلمي واللجنه العلميه او المجلس العلمي، من اجل اني نضرب طيرين بحجره، اولا تدريس الطلبه، وثانيا تحصل على مجموعه تنفعني مثلا في ملف البروفيسور او الى غير ذلك. اذا بارك الله فيكم. بوزيد يمكن نتعرف على الجلسه الان اذا امكن، ونختم شكرا دكتوره دليل سميح، وشكرا لكل الاساتذه المحاضرين الذين شاركوا معنا تطير هذه الجلسه 23 العلميه لهذا الملتقى. الشكر موصول لكل القائمين على هذا الملتقى، ونرفع هذه الجلسه العلميه
ونحيل الكلمة للأستاذة الدكتورة دليل سليمي حالي تشاركنا أو لتشارك في الجلسة الأخيرة اللي هي جلسة الاختتام لهذا الملتقى. وشكرا دكتورة، السلام عليكم. شكرا دكتور لقبولك لهذه الجلسة. وفي الأخير وفي آخر جلسات هذا الرابط الثالث يشدنا الحنين، حقيقة يشدنا الحنين إلى وجودكم معنا في هذه المنصة العلمية التي جمعتنا لمدة يومين كاملين أكثر من 16 ساعة. ولكن وإن افترقنا في هذه المنصة سيبقى البحث العلمي يجمعنا دائما. استفدنا من مداخلاتكم وستكون توصياتكم هي توصيات للملتقى الدولي إن شاء الله. نشكر كل المتدخلين الضيوف، ولن أنسى رؤساء الجلسات وضيوف الخفاء، صحفيون الذين كانوا يتنقلون بين الروابط الأربع. شكرا جزيلا لكم، ونرحب بكم دائما في ولاية أضرار وفي جامعة أضرار. نعتذر لكل الأساتذة إذا كان هناك تقصير منا، ونعتذر لكل الأساتذة الذين حاولوا تقديم مادة علمية أكثر من 10 دقائق ولكن تعذر لنا التزامنا بالوقت على منحهم أوقات إضافية. أنقل لكم تحياتنا للطاقم الإداري والطاقم التنظيمي، من تحية من البروفيسور حمري صالح، تحية من رئيس اللجنة العلمية البروفيسور عمري، والأستاذ عشاوي رئيس الجمعية الولائية، وتحية خالصة عطرة مني أنا الدكتورة دليل سميحة. أدعوكم للانتقال إلى رابط الأول، رابط الافتتاح والاختتام. سيكون الاختتام لنا المساء إن شاء الله، ولكن تركتم لنا أثر طيب. سنبقى هذا الملتقى حول التعليم عن بعد باقي في ذاكرتنا من خلال مناقشتكم واجتماعنا معا. شكرا جزيلا للجميع. ترفع الجهاز.